الأهلي يتعادل للمباراة الثانية على التوالي في الدوري، وبيراميدز يزيد من أوجاع الدرويش. الأهلي النهارده تعادل مع سموحه بدون اهداف بعد تعادل في الجوله الماضيه امام الجونه، نتائج سلبيه مش متعود عليها الاهلي من الموسم الماضي وسط اخطاء كثيره في انهاء الهجمات. مباراه اخرى قدم فيها الاسماعيلي مباراه جيده، لكن بيراميدز بخبرات لاعبيه قدروا يقلبوا هزيمتهم بهدف للفوز بهدفين علشان يواصل بيراميدز المنافسه على صداره الدوري بعد ما طب اكيد كان صعب. يا اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من رقم 10. النهارده الاهلي تعادل مع سموحه سلبيا بعد تعادل في الجوله الماضيه امام الجونه. ده الخبر. في راي يقول لك الاهلي في ازمه فنيه، في راي تاني يقول لك لا ده طبيعي ومنطقي بعد موسم طويل جدا الموسم الماضي وبدايه موسم صعبه جدا، طبيعي ان الاهلي يمر بهذه الحاله مع كمان كثير من الغيابات بسبب الاصابات او الايقافات. بس بصراحه شديده سموحه النهارده عمل مباراه تكتيكيه محترمه، يعني دايما الناس تمسك الطرف بتاع الاهلي والزمالك لكن ما يمسكوش الطرف طرف المنافس. منافس سموحه عمل مباراه محترمه جدا تكتيكيه، الشوط الاول كان شوط جيد جدا وكان في توازن دفاعي وهجومي من سموحه وكان بيبادل الاهلي الهجمات، شوط تاني كان دفاعي محكم من سموحه وقدر يطلع بالنتيجه اللي هو عايزها كان الكابتن احمد سامي المدير الفني الكفء لفريق سموحه. معايا عبر الهاتف الان الكابتن احمد سامي. يا كابتن احمد مشرف ومنور وبهنيك على نتيجه التعادل النهارده امام النادي الاهلي. الله يخليك يا كريم، الله يخليك ووحشني. وانت وحشني جدا جدا جدا، بس انا مقدر جدا حجم الصعوبات وحجم التعب اللي انت بتتعبه دايما في شغلك يا كابتن احمد. ربنا يخليك يا كريم، ربنا يخليك. النهارده انا في مقدمتي قبل ما تخش على طول كنت بقول صحيح الاهلي اهدر نقاط للمباراه الثانيه على التوالي، بس لازم ندي لسموحه حقه انه لعب مباراه محترمه جدا تكتيكيا. كيف قدرت هذه المباراه امام النادي الاهلي وما هي اهدافك كانت لهذه المباراه؟ هو الحمد لله، يعني كان البدايه كانت مهمه بالنسبه للشوط الاولاني، يعني ناحيه التوازن. واللي ساعدنا برضو من كده اكتر ان الاهلي دخل الجيم متاخر. احنا قدرنا كنا يعني الشوط الاولاني يعني ايكوال مع النادي الاهلي، يعني كنا ضيعنا كام واحده والنادي الاهلي كنا محايدينه بشكل كبير جدا. حتى الكور الثابته ما قدرش يستغلها لان كنا عارفين التكتيك هو بيعمل كذا حاجه كذا شكل، يعني في التكتيك في الضربات الثابته كنا محافظين اللعيبه والحمد لله ادوها بشكل كويس. الشوط الثاني لعبنا جيم دفاعي صفر، وكنت انا يعني بنلعب على حته ان انا عايز بونت بس، يعني كانه لكن بشكل كبير قفلنا جبهتنا بالاهلي وخلي حيدناهم بعيد عن ال 18، لكن هو في نفس الوقت الاهلي عنده مقاومات كبيره جدا. والماتش ده الماتش دفاعي صعب لان كنت مرجع اللعيبه بشكل كبير جدا، يعني حوالي 9 وقت من قطع 10 رفعت الكوره. ما كانش في مساحات وكانت الحلول الفرديه كمان كنا بنعمل دبل بريس، يعني ما يبقاش موقف واحد ضد واحد موجوده بشكل كبير في الملعب. ف قدرنا بشكل كبير الحمد لله اللعيبه طلعوا رجاله وانا بشكرهم جدا، يعني
الشكل الجماعي الدفاعي عملناه بشكل كويس. انت بتتكلم هي دي فضل. هي دي مش طريق مش طريقتي بس بعرف العب بيها يعني. صحيح مش طريقتي، لكن هو انت في الاول بتقابل فرقه كبيره وكواليتي عالي من اللعيبه، لعيبه اغلبيتها دوليه وجمهور كبير وراهم. فالحمد لله يعني تعتبر نتيجه ايجابيه بالنسبه لنادي سموحه. انت بتتكلم كابتن احمد 11 12 لاعب دخلوا على الفريق بشكل جديد، انت تقريبا معاك فرقه جديدة، حاسس ان انت قادر تاخدهم لقدام؟ حاسس ان النتائج بتتحسن؟ حاسس ان الفرقة بقت افضل ولا لسه محتاج شوية وقت كمان لانسجام وخبرات اكبر للعب؟ لا يعني هو احنا هو في الاخر يعني احنا السنة اللي فاتت الفرقة يعتبر بديناها وبنمناها من اول وجديد، واحنا بنطمع السنة دي ان شاء الله ناخد مركز كويس. يعني يبقى يعني مركز يليق بنادي سموحة. ممكن اوقات السابقه كانت كل بنلعب على الرابع والثالث، كانت في فرقه مبنيه فتره كنا شغالين بيها. حتى لما كان في قوام رئيسي للفرقه كنا بنمشي ناس ونجيب ناس ما كانش بيضر بالهيكل الرئيسي. لكن طبعا احنا هدينا الفرقه وبنيناها من الاول يعني، وفي لعيبه صغيره يعني طارق علاء الباك رايت ده لعيب من قطاع الناشئين في نادي سموحه ولعيب هايل وليه مستقبل كبير جدا الباك رايت. برضه مكرونه برضه من اللعيب الناشئين نادي سموحه وقت لي مستقبل كبير جدا، وميدو جايبينه من اسوان وبكرايت اصلا، فانا بلعبه سيرد باك فهو بيجيب في الحته دي. صحيح. يعني احنا بنحاول بشكل كبير جدا نعمل هيكل جديد لنادي سموحه بالاضافه لبعض التروس اللي ناقصه في شهر واحد هنقدر نجيبها ولا مش هنقدر، لسه بنشوف الدنيا. وفي الاخر نادي سموحه نادي كبير والباشمهندس فرج يعني بيجتهد بشكل كبير جدا معايا عشان نعيد تاني نادي سموحه لمكانته اللي كان واخدها في الفتره السابقه يعني. صحيح. لكن طبعا ده بياخد وقت. صحيح. طيب كابتن احمد سامي، سالت الهاني سليمان قبل كده على موضوع اضاعه الوقت وقال لي ان الكابتن احمد سامي فرق معايا جدا في مشواري وكان دايما بيمنعني من فكره اضاعه الوقت. النهارده مارس الكوره بعد المباراه اشتكى من اضاعه الوقت ليه لاعبي سموحه وتحديدا الهاني سليمان، هل كان في اي تعمد اضاعه الوقت النهارده ولا انت اتفرجت على الماتش كان في اضاعه وقت؟ هي انا شفت الكوره بس اللي كان واقع فيها الهاني سليمان. واقع فيها ده في الدقيقه في الوقت الضايع. في الوقت الضايع. وبعدين انا قلت الهاني يقوم بسرعه عشان لو متى يستكمل حتى لو اتضرب يستحمل يقوم بسرعه عشان بس ما الحكم ما يزودش 3 4 دقائق. بس لكن هو الهاني سليمان احنا التكتيك بغض النظر عن ماتش الاهلي حطه على جنب، هو ده مش الشكل بتاعنا. صح. لكن هو في الاخر ده كل ماتش له ظروفه. واحنا اصلا من سماتنا كان يعني في الماتشات كلها دلوقتي او قبل كده ان دايما الناس بتعطل الهاني سليمان عشان ما يلعبش الكوره بسرعه. لان بنلعب المرتدات بسرعه جدا. صحيح. لا يعني الهاني سليمان ما بيضيعش وقت. صحيح. حاجه دلوقتي. صحيح. ان كان في تضييع وقت شرعي ده موجود في الكوره. بالمناسبه الهجمات المرتده، في كوره كانت في الشوط الاول للاسف انا مش فاكر في الدقيقه كام وانا بتفرج على المباراه، شفتك اتعصبت جدا على الخط، كان في هجمه المفروض تتنقل بسرعه لقدام ولاعب سموحه بدا يرجعها لورا ويبدا يبني من اول، شفتك بره وانت عمال تشاور لقدام لقدام لقدام، هل انت كنت بتفكر كده في الشوط الاول انك تخطف هدف؟ لا ما هو الشوط الاول كان في توازن، احنا كنا مقسمين الماتش يعني، لكن الحمد لله يعني يعني كانت فيها بعض الهجمات لو لف جسمه ولعبها لقدام كانت هتبقى متنفذ الخطوره، لكن هو في الاخر هو في سيستم اداء اللعيبه بتنفذه. ممكن في بعض اللعيبه مش هو ده شكلها يعني، مش هو ده يعني، انا ما جبتوش عشان الشكل ده. لكن هو نفذ اللي انا عايزه. بس ايه اللي فرق المباراه دي عن مباراه الزمالك؟ لا مباراه الزمالك ليه ظروفها مختلف خالص. يعني مباراه الزمالك انت بتتكلم في اول دقيقه جول بغلطه غريبه جدا، نمره 2 سيرد باكين يتعوروا في وقت واحد. ما عنديش حد بره، لاعب ديفندر سيرد باك اول مره يلعبها. يحصل مشكله برضو. يعني ماتش لظروف، ونادي الزمالك يعني من ساعه الماتش ده ما عملش ماتش زي ده، بالعكس ده هو اتغلب من امبي الماتش اللي بعده. اللي هي كانت ظروف استثنائية جدا يعني. ظروف استثنائية جدا، وده موجود في الكورة يعني، فرق كبيرة جدا بتتغلب بالأربعة والخمسة. ومنتخبات كبيرة جدا بتتغلب بالسبعة. صحيح. يعني ده موجود في الكورة يعني، بس هي ماتش وكل ماتش وليه ظروفه. صحيح. طيب كابتن أحمد، هل طلبت صلاح محسن في يناير؟ لا لا ما طلبتش. لا هو صلاح محسن مش معروض أصلا إن هو يطلع. آه آه
بس ما... يعني هو برضه الناس بس ايه يعني حته الاعلام بيجتهد لكن هو ما تعرضش ان هو يطلع اصلا. صلاح محسن موجود في النادي الاهلي ما تعرضش ان هو يطلع. ولا تعرض عليك ولا غيركم ولا بتتكلم على صلاح محسن؟ خليني في نقطه بس. اتفضل. النادي الاهلي خلص اعراضه. ملوش اعراض يعني يبيع يا ما يبيعش. فاهم حضرتك؟ فاهمني؟ فاهم فهي دي المشكله. بس بتبقى ليها صيغه يا كابتن احمد اللي انا ببيع ملهاش صيغه هبيع واحط بند استعيد اللاعب بعد فتره لو اتباع لا دي مسائل قانونيه بالظبط هذا اللي اقصده يعني مسائل قانونيه مشكوك فيها اصلا يعني كمان ده واضح يعني واضح انك سالت لا مش سالت ده حاجه معروفه في القانون في اللوائح يعني انت ما ممكن تعمل ورقه من براني لكن مش ملزمه على النادي ممكن ياخد اللعيب صحيح وبعد كده اقول لك ما اعرفكش بقى خلاص بالظبط عليك صحيح كابتن احمد سامي المدير الفني الرائع جدا لنادي السموحه انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله واحد من الناس اللي مثبته رجلها في الكره المصريه بقاله سنوات مدرب رائع جدا في كل التجارب يعني طيب تعالوا نروح نسمع تصريحات كانت غاضبه وفيها ضغوط كثيره جدا على مارسيل كولر بعد هذه المباراة اسمعوا التصريحات وبعد كده نيجي نعلق تعليق مهم جدا خليكم معنا في الاول بس ملحوظة عايز اقولها او سؤال بطرحه هل رئيس لجنة الحكام البرتغالي هل هو فعلا بيقعد مع الحكام يتناقش معهم الحالات يعني هل في عملية للمناقشة بينهم او تطوير او تحسين اصل الحاجات كلها بقت بتتكرر هي في حاجات قواعد في الكوره واضحه في كل حته في العالم ما اعرفش انا بتفضل هي طول الماتش ما بتتنفسش ليه لما لعيب يشوط الكوره وبعيد عن اللعب او كده او يضيع بيها وقت او كده وما ياخدش انذار انا ما اعرفش ده طبيعي اكيد المفروض الكور دي يتم النقاش فيها في لاعب النهارده كان المفروض ان هو ياخد كارت احمر ما فيش طب ما فيش حد بيتناقش الحاجات دي ولا الحاجات دي بتعدي كده ولا هو بيقعد معاهم لان انا ملاحظ ان الموضوع بدي من السنه اللي فاتت يعني في اول الموسم كان ماشي كويس وبعدين حصل تغيير وبعدين بدات الدنيا ترجع تاني مش احسن حاجه كان في تحسن طفيف السنه اللي فاتت وسط الموسم كده لكن في الاخر برضو بدات كده العمليه ما تبقاش احسن حاجه والسنه دي الموضوع مكمل بشكل باخطاء غريبه جدا ومتكرره عمليات تضييع الوقت بقت بشكل فج جدا وما بقاش لطيف خالص وهكذا بس ده نقطة كده في الأول كنت حابب بس سؤال بطرحه كده للنقاش يعني الشوط الأولاني ما كناش محددين قوي أو ما كناش عندنا القوة الكافية في الشوط الأولاني خلقنا فرص لكن ما حفظناش أهداف لكن كان مفروض ندي أكتر من كده الشوط الثاني الماتش قلب إن هو بقى بنلعب في اتجاه واحد بس يعني الماتش كله كما نكون بنلعب على جون مشترك نلعب على جون واحد طول الماتش بيبقى في صعوبه لما فرقه تلعب بتسعه جوه ال 18 فتبقى الثغرات قليله المساحات بتبقى قليله بتحاول تلاقي حلول للاسف احنا ما لقيناش حلول وضعنا كام فرصه لكن ما لقيناش حلول كافيه ان احنا نكسب وللاسف الماتش طلع بالنتيجه دي. انا اتكلمت في الموضوع ده بالظبط في بين الشوطين مع اللعيبه وبعترف النهارده الامور كانت سيئه جدا في ضربات السبت. في نقطه ممكن واحد برضو يفكر فيها ان احنا بنلعب كل تقريبا كل يومين ماتش لما يبقى عندك يومين بيبقى فيه لعيبه مجموعه كبيره بتاخد استشفاء مجموعه صغيره بتتمرن معاها بتتمرنوا تمرينتين بس وبعدين تنزل تلعب ماتش تاني فما بيبقاش فيه الوحدات الكافيه للتدريب على الضربات الثابته لكن بالتاكيد مع حضرتك حق كنا سيئين جدا النهارده في الضربات الثابته والمفروض ان احنا نعملها احسن من كده كتير. مفتقدين بعض اللعيبه بشكل اجباري مش بمزاجنا في لعيبه اصابات وخلافه في لعيبه لسه راجعه من اصابات زي مثلا علي كان مصاب قعد 14 ماتشات ما بيلعبش عشان يخش في ريتم الماتشات بياخد وقت عندنا اصابات ثانيه من الماتش اللي فات ف يعني التشكيل يعتبر الى حد ما او قائمه اضطراريه في الوضع اللي احنا فيه مع التكتل الرهيب ده بيبقى كله اجسام قدامك اسمنتيه هيبقى مفيش مساحه للشوط اللاعب عشان يشوط لازم بيستلم الكوره مثلا بيسند بيعمل دريبل وبعدين يشوط المساحه دي ما اتخلقتش عشان خاطر كوره تتشط من بره 18 غير مرتين فعلا احنا اتاخرنا فيه مرتين او ثلاثه لكن في المجمل مع الكثافه دي الشوط مش هيجيب اي نتيجه فريق الاهلي فرقه كبيره جدا وكنا عاملين حسابها بشكل كبير جدا نواحي الدفاعيه كانت ظاهره بشكل كبير الشوط الاولاني كان عمليه متوازنه شويه وساعدنا في كده النادي الاهلي برضو دخل الجيم متاخر ف
فمدرنا بشكل كبير كنا، بس كنا بنقطع الكورة وبنستحوذ، لكن ما كانش عندنا شراسة الهجومية بشكل كبير جدا. الشوط الأولاني ضيعنا كم واحدة لا تذكروا، والأهلي برضو احنا كنا ند معاه الشوط الأولاني. الشوط الثاني الأهلي لعبنا جيم دفاعي بحت، وكان كل الغرض قفل الجبهات لنادي الأهلي بغض النظر على التغييرات اللي حصلت لنادي الأهلي، بس هي في الآخر ما جابتش نتيجة. نتيجة الجبهات كنت قافلها بشكل كبير. كان الشوط الثاني كنت عايز نقطة، والحمد لله نجحت ان انا اخدها. بشكل النادي الاهلي عنده حلول كتير، وكان الجيم الدفاع مع النادي الاهلي برضو مش سهل. فالشوط الثاني كان صرف، كنا مقسمين الجيم، وكانت اللعيبه عارفه ان بعد 10 دقايق من الشوط الثاني هيطلع وهينزل الحسن ومكرونه بدل خالد واحمد خالد. كان كل عارف بالتوقيتات، والحمد لله نجحنا، وكان في توفيق كتير من عند ربنا الحمد لله. لا النادي الاهلي في الاصابه يعني رقم صعب، يعني ما يعني مش عايز اقول لك بقى عشان انا اخذت نقطه ان انا اقول لك كلام زياده عن اللزوم. لا النادي الاهلي عنده كواليتي وعنده لعيبه كتير جدا اللي نازل زي اللي طالع بغض النظر عن الاداء الفني. الاهلي يعني عشان تلعبه لازم تبقى انت عامل حسابك، لان التفاصيل الصغيره ممكن تخليك تتغلب. والحمد لله احنا بنحفظ قبل الماتش بشكل كبير جدا اللعيبه على التفاصيل الصغيره دي. التفاصيل الصغيره دي ممكن تبقى بالنسبه للعيب لا تذكر، لكن النادي الاهلي بيكسب منها. وفي نفس الوقت النادي الاهلي لما بيقدرش يخترق دفاعاتك او النواحي الدفاعيه او المنظومه الدفاعيه بيستنى ان انت تغلط. وانا قلت للعيبه الكلام ده، يعني قلت للعيبه الكلام ده لما هتشتغل بشكل كويس دفاع الشوط الثاني، وفي الاخر انا عايز الغلطات لا تذكر، لان الاهلي لما بيلاقيش حلول معاك بيستنى، بيلعب على الحته النفسيه ان هو نادي الاهلي ويعني فرقه كواليتي اعلى، فبيلعب على الحته النفسيه ان اللاعب يغلط في باص او باصتين يحصل فيها مشكله. والحمد لله ربنا وفقنا في الموضوع ده، واللعيبه كانت غلطاتها قليله جدا من المنظومه الدفاعيه. انا يعني حته المرتده احنا نزلت مكرونه والحسن، دول لعيبه سريعه جدا من اسرع اللعيبه اللي في مصر، بس في الاخر كانت الاهلي عامل ضغط كبير جدا، فانا ما قدرتش اعمل الريسك واحررهم. لا كنت مديهم تكليفات دفاعيه يرجع يعمل دبل بريس مع الباكين بالاضافه للديفندر الثالث اللي نزل حمدي، فانا ما كنتش مديهم حريه ان هو يعمل المرتده بشكل كبير، لان انا في الاخر انا ما كنتش طمعان في الماتش. انا بالنسبه لي نقطه كويسه بالنسبه لي، ومش عايز الجيم يطمعني، فانا يعني مسكت نفسي ان انا احرر اللعيبه قدام. بص انا ما اعتدتش على مارسيل كولر متضايق، ما اعتدتش على مارسيل كولر مبررات، ما اعتدتش على مارسيل كولر الشماعات، وما زلت عند رايي انه واحد من افضل المدربين الاجانب اللي جم مصر. حط دي على جنب، هاي النتائج هتبقى، حتى لو النتائج بقت سلبيه اكتر من كده، على فكره زي ما كان رايي في جوزالدو فيريرا مدرب الزمالك، دخل في مرحله في اخر عقده من النتائج السلبيه، وكنت عند رايي انه واحد من افضل المدربين الاجانب اللي جم مصر. فمارسيل كولر ممكن نتائجه سلبيه دلوقتي، ممكن تبقى سلبيه اكتر، هيفضل بالنسبه لي واحد مدرب كفء، لها دلالات يعني انه عنده استمراريه، عنده اداء جيد على مستوى الجماعه، عنده اداء جيد على مستوى التطوير الفردي، حصل كل ده السنه اللي فاتت وشفناه بشكل واضح. بس لما الامور يبقى فيها توتر تبدا تفكر، مش في امور فنيه، مش في نتائج. انا ما زلت عند رايي برضو انه الاهلي مش في ازمه، عشان الناس برضو بتكبر الموضوع، مش في ازمه، بس الدنيا مش حلوه على مستوى النتائج، على مستوى الاداء. هديك تحليل ممزوج ببعض المعلومات، ممزوج ببعض الحقائق اللي حضرتك عارفها وشفتها. بص يا سيدي، بيرستاو ما لعبش النهارده عشان متضايق لما ما لعبش او ما بداش المباراه الماضيه. هيتقال لك بقى اصله كان راجع من جنوب افريقيا، اصله كان مش عارف ايه، حتى لو هيريح الماتش اللي فات مش هيريح الماتشات، الماتش ده خاصة بيرستاو هو الورقة الأهم أصلا عند مارسيل كولر. واحد. اتنين، من كام يوم، أنا بقول لك من كام يوم مش من كام شهر، محمد مجدي قفشة بيتغرم عشان متضايق وهو خارج. من كام يوم أحمد عبد القادر متضايق. من كام يوم صلاح محسن متضايق. من كام يوم إمام عاشور متضايق. مش ملاحظ إن الموضوع ده
بقى يتكرر عند لعيبه كتير ده مش عوايد النادي الاهلي ولا هي روح النادي الاهلي ولا الحاله الجيده اللي فيها النادي الاهلي ولا فرقه كانت كسبانه كل حاجه الموسم اللي فات. في حاجه غريبه من الموسم اللي فات للموسم ده. طيب ايه بقى يا سيد يا مشجع للنادي الاهلي اللي اتغير من اهلي الموسم اللي فات لاهلي الموسم الحالي؟ نفس المدير الفني، نفس اللعيبه، نفس المدرب العام، نفس المدرب المساعد، نفس مدرب حراس المرمى. ايه اللي اتغير خلى الوضع من جوه يبقى فيه حاجه غلط؟ انا عارف انك جاوبت والاجابه صحيحه. عموما مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي بعد المباراه قرر عوده لاعبي النادي الاهلي الى مقر النادي بالجزيره كعاده مارسيل كولر. مارسيل كولر لما النتيجه تبقى سلبيه لا تعالوا بقى لموا بعضكم كده ويلا على الاتوبيس، احنا طالعين على التتش عايزين نروح. لا مفيش مرواح، عايزين نرتاح، مفيش راح، هنروح كلنا على التتش الاول تاخدوا محاضره ظريفه كده. في المحاضره دي او في الكلام اللي قاله مارسيل كولر في الطريق للتتش يعني قال لهم انه متضايق جدا من تكرار الاخطاء، متضايق جدا من عدم التركيز، ومتضايق جدا من اعتراض بعض اللعيبه وكثير من اللعيبه في الفتره الاخيره على عدم مشاركتهم الاساسيين في المباريات. وده مش عاده الاهلي وغريبه جدا، حاجه غريبه جدا ما كانتش موجوده في الاهلي لا السنه اللي فاتت ولا سنين فاتت. ده بيحصل. تاني، حضرتك عارف قصه صلاح محسن، حضرتك عارف قصه قفشه، في منهم اللي معلن وواضح، في منهم اللي من الكواليس اللي الكل اتفق عليها وتجمع من معلومات في النادي الاهلي. صلاح محسن، محمد مجدي قفشه، امام عاشور، بيرستاو، قلت واحد خامس نسيته بقى خلاص. بس في لخبطه، في لخبطه جوه بتحصل. احمد عبد القادر الخامس، في لخبطه بتحصل. ماشي، ده فيما يخص مباراه الاهلي واسمحوا هنتكلم عنها كتير النهارده مع ضيوفي محمد جمال واحمد الحنفي. النهارده في الدوري برضو بيراميدز والاسماعيلي مباراه في منتهى القوه. الاسماعيلي عمل شوط اول، اللي اتفرج على المباراه شوط اول عظيم جدا، وياو النور اللي في رايي واحد من افضل المحترفين الاجانب في الدوري المصري سجل الهدف الاول وهدف التقدم للاسماعيلي في الدقيقه 12. شوط اول مثالي للاسماعيلي، مثالي. الشوط الثاني اتغير الحال تماما وسيطر بيراميدز طولا وعرضا. عبد الله السعيد تعادل من ضربة جزاء في الدقيقة 66، ضربة جزاء في نص المرمى، في نص الجول. بعد كده فخ اللقائد بمهارة كبيرة جدا سجل هدف الفوز لبيراميدز في الدقيقة 86. طبعا تضرر الإسماعيلي جدا من طرد محمد هاشم في الدقيقة 41، وبيراميدز برضه طرد له لاعب بس في نهاية المباراة كان بلاتا توريه في الدقيقة 90. مباراة مثيرة جدا. الإسماعيلي يعاني معاناة كبيرة جدا، وبيراميدز في صدارة الترتيب، وبيراميدز منافس قوي جدا للدوري الموسم ده. أتصور إنه ده أكتر موسم هينافس فيه بيراميدز بجدية هو الموسم ده. الموسم اللي فات كلها هو بيحاول يقرب من الصدارة، بس السنة دي لا، هيبقى منافس صعب جدا على لقب الدوري. الزمالك بكرة هيلعب مع مودرن فيوتشر، مباراة مهمة جدا للفرقتين، ومودرن برضه يعني بيحاول يقرب من المنافسة، والزمالك بالتأكيد حتى لو في أسوأ أحواله هيفضل منافس مهما حصل، وبالتالي هي مباراة قوية ومهمة جدا. طيب قائمة الزمالك للمباراة فيها مين؟ تعالوا نشوف. في حراسة المرمى محمد عواد وعبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء الدين، وفي الدفاع عمر جابر وحمزة المسلوسي ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد طارق ومحمد عبد الشافي وحاتم سكر. وسط ملعب الزمالك في القائمه، قائمه مباراه مودرن فيوتشر، نبيل عماد دونجا، محمد اشرف روقه، عمرو السيسي، سيد عبد الله، احمد مصطفى زيزو، محمود عبد الرازق شيكابالا، ابراهيم نضاي، ويوسف ابراهيم اوباما. وفي الهجوم الثلاثي سيف الجزيري وناصر منسي وسامسون اكينيولا. طيب لسه زي ما كنت بقول لكم الاسماعيلي عمل شوط اول رائع جدا النهارده قدام بيراميدز، بس حسيت النهارده خبره لاعبين بيراميدز
الشوط الثاني يعني رجحوا الكفه لبيراميدز. اشفقت النهارده على الاسماعيلي، النهارده الاسماعيلي فعلا دخل المباراه حلو جدا جدا، كان يقدر يركب المباراه من الشوط الاول كمان، بس الظروف يبدو انها بتعاند الاسماعيلي، ما زالت تعاند الاسماعيلي من الموسم الماضي رغم تحسن الاداء كثيرا جدا في او مع الجهاز الفني الحالي. معايا عبر الهاتف الان الكابتن حمد ابراهيم المدرب العام للاسماعيلي. يا كابتن حمد منور الدنيا كالعاده. يا كيمو اخبار حضرتك ايه؟ يا كريم وحشني جدا والله، ربنا ودايما بتوحشني جدا والله. هارد لك النهارده، هارد لك. قبل ما تخش قلت الاسماعيلي عمل شوط اول ممتاز جدا، ولكن الامور تغيرت تماما في الشوط الثاني وبيراميدز كان افضل. والله يا كريم احنا عملنا مباراه جيده جدا، اللعيبه عملت مجهود كبير جدا لكن طبعا يعني الشوط الاول حتى كنا مسيطرين عليه، عدد فرص كبير جدا كنت ممكن تقدر تخلص المباراه، لكن طبعا انا دايما بقول يعني هو توفيق ربنا، بس لسه ربنا يعني ما اذنش ان احنا ناخد يعني مع الاداء الجيد ده تعمل نتائج ايجابيه. لكن اللعيب عمل مجهود كبير جدا لغايه ما الطرد حصل. طبعا بقت يعني الطرد اثر فينا جدا، وبعد الطرد احنا تمسكنا وضيعنا عدد من الفرص كويس جدا، لكن اللعيبه عملت مجهود مضاعف علشان يعني تعوض الطرد دوت اللي ما كانش له اي لازمه. يعني كان في الكارت الاولاني كان ممكن يعدي الكارت الاولاني، ما يعني كره مشتركه في ال 18 بتاعه الناس، والناس يعني طالعين جنب الاثنين مع بعض وما فيهوش اي حاجه يعني، لو انت بصيت عليها هتلاقي الامور كانت ممكن تعدي يعني، لكن التسرع في ان احنا نطلع الكارت طبعا الكره الثانيه يعني ايقاف هجمه فانذار 100%. فحصل الطرد طبعا اثر على اللعيبه وحصل على مجهود اللعيبه، ورغم عن كده كريم احنا يعني الولاد ضيعوا فرص كانت كفيله ان احنا نخلص المباراه، لكن انت بتلعب فرقه كبيره بقى سكواد كبير جدا ولاعيبه عندها صبر كبير جدا في الهجمه، ورغم ان احنا كنا قافلين كويس جدا لكن لاعيبه بيراميدز عندها من الخبرات ان هم عندهم صبر ازاي يقفوا ويحضروا الهجمه بشكل كويس جدا، ولكن في الاخر حصل طبعا نتيجه سلبيه، ودي يعني حاجه مؤثره فينا جدا، لكن ما عندناش حاجه غير ان احنا نشتغل وان شاء الله باذن الله يا رب الفتره اللي جايه يكون توفيق ربنا معانا باذن الله، ويكون الاداء نفسه بشكل جيد برضو، لان اداء لوحده بشكل جيد ملهوش يعني ناقص طعمه ناقص، لكن اداء جيد ونتيجه جيده والنتيجه تبقى ايجابيه دي بتبقى حاجه كويسه. صحيح كابتن حمد، هل الاداره بلغتكم انه ايقاف القيد هيترفع في يناير ولا الامور مقفوله؟ والله لسه كريم يعني الامور دي يعني احنا سايبينها لمجلس الاداره والكابتن علي ابو جريشه والكابتن عماد سليمان المسؤولين عن الكوره نفسها والنشاط الرياضي في النادي الاسماعيلي، سايبين لهم احنا الامور ديت، لكن يعني هم بيحاولوا طبعا بيجاهدوا في امور كبيره جدا، لكن هو موضوع كريم مش يعني احنا بنقول كده يعني، لكن هو مش موضوع سهل طبعا، ارقام كبيره جدا، موضوع كبير وموضوع ضخم، ومجلس اداره جاي على موضوع يعني مواضيع مش موضوع واحد. صح. بيحاول باشمهندس نصر ومجلس اداره معاه كلهم بيحاولوا بصراحه، لكن يعني يا رب ربنا يوفقهم باذن الله في كذا حاجه، يعني ايقاف القيد مع انك انت ازاي هتجيب لعيبه لو في نصيب يعني، وازاي انك انت في مشاكل جوه النادي ازاي تتحل، حاجات كثيره هم بيحاولوا يحلوا الفتره ديت، فربنا يوفقهم ان شاء الله يا كريم، لكن يعني الكلام ده احنا سايبينه يا كريم، والله احنا شغلين دماغنا كله بتحضير الولاد، بتحضير الفرقه بتاعتنا، بتحضير ازاي نبقى انت انا بقول هي سنه سيئه كريم، لان لو انت عديت بالفرقه السنه دي هيبقى انت مش هتبقى محتاج في النادي الاسماعيلي تشتري كل سنه 11 و12 لعيب بيكلفوا خزينه النادي فلوس كبيره جدا والنادي ما بيستفيدش كمان منهم. صح. لا انت عندك السنه دي احنا معانا حوالي من 16 ل 20 ولد صغيرين بيتمرنوا معانا، يعني لو كنا زمان بنقول يا كريم لما الفريق الاول يطلع اثنين صغيرين ده بيبقى انجاز للمدرب. بالمناسبه الامور تحسنت جدا يا كابتن حمد، بس بالمناسبه يا النور انا كنت لسه بقول عليه دلوقتي واحد من افضل المحترفين الاجانب في الدوري المصري، اكيد ده توقع مني يعني انه الراجل ده بيجي له عروض كل 3 دقائق، انه ممتاز جدا سواء في الدوري المصري او حتى بره، هتقدروا تحافظوا عليه في يناير؟ بص يا كريم احنا مش في يناير، هو يعني احنا في الاول وفي الاخر كل الناس دي ماضيه وماضيه عدد من المواسم كويسه جدا، الكابتن علي والكابتن عماد محضرين الكلام ده حتى لكل الناس اللي موجوده في الفرقه، في الاول وفي الاخر ده حق النادي الاسماعيلي عشان يسيب واحد او ما يسيبش واحد، ده حق مجلس الاداره وطبعا حق المدير الفني في الناحيه الفنيه طبعا، لكن احنا مش هنقدر نتكلم في كلام ملوش، كل خد بالك يا كريم ده كل ده كلام بيطلع كده بس بينتشر في المواقع
لكن احنا مش هنمشي وراه، لان في الاول وفي الاخر انت بتبص للهدف الكبير بتاعك، انت ازاي تعدي المرحله ديت بالنتائج ايجابيه تقدر توقف الفرقه على رجليها وتبقى الامور ماشيه في الشكل اللي انت عايزه. صحيح. لكن مش هقعد ابص انا بقى حد بيقول اصل ده هيجي له عرض ده ما يجيلوش عرض، انا مش هقدر اتكلم في الحته ديت لان دي حاجه تخص مجلس الاداره وتخص اصول اللعيبه، من اصول النادي كريم اللي بيخص مجلس الاداره، وفي نفس الوقت الناحيه الفنيه بقى المدير الفني والمسؤول الكابتن علي والكابتن عماد هم اللي بيبقوا مسؤولين. صحيح. على الكلام دوت. صحيح. يعني مش عايز اتكلم في كلام تابع عن اوان وكريم. مفهوم. كابتن الكبير كابتن حمد ابراهيم المدرب العام للنادي الاسماعيلي، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. طيب نكمل مع حضراتكم. تواصلنا مع خوسيه لويس سيرا المدير الفني السابق لفريق الوحده السعودي للتعليق على الانباء اللي ارتبطت باقترابه من تولي المسؤولية الفنية لفريق الزمالك خلفا لأسوريو. فهو قال لنا أنه سمع الأخبار دي لكن مفيش أي مفاوضات بينه وبين مسؤول الزمالك في الوقت الحالي، ولكن هو شايف أنه ما عندوش اللي يقوله في الموضوع ده سواء بالإيجاب أو بالنفي. ده كلام كتير يتقال ولكن هو ما عندوش حاجة واضحة وصريحة من نادي الزمالك. كابتن محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى الزمالك كان متضايق جدا من تسريبات رحيله عن الجهاز الفني، اشتكى لاداره النادي وقال لهم ان التسريبات اللي بتخرج من النادي هي اللي عامله له ازمه جوه الفريق، وشايف ان التسريبات طالعه من النادي مش من بره، وقال لو عايزين نمشي بلغوني بشكل رسمي. ده كلام كابتن محمد عبد المنصف. نادي الزمالك بدأ يتابع محمد شكري ظهير أيسر فريق سيراميكا كليوباترا، الظهير الأيسر السابق للنادي الأهلي، واستفسر عن موقف اللاعب تمهيدا لطرح التعاقد معه ليكون بديل لأحمد فتوح، ده في حالة أنه إيقاف القيد اترفع عن نادي الزمالك في يناير اللي جاي. ده فيما يخص الأهلي والزمالك. أما فيما يخص ما يدور داخل اتحاد الكرة وبالتحديد لجنة الحكام، ففي أزمة جديدة بين فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام والحكام الكبار اللي بيديروا مباريات الدوري الممتاز. ايه هي بقى سبب الأزمة؟ ايه الحكاية؟ سبب الأزمة ان بيريرا قرر ان يدير حكام الدوري الممتاز مباريات مسابقات الناشئين والشباب مع الدوري الممتاز، وده ما حصلش ابدا قبل كده. فحكام الدوري الممتاز ابدوا ضيء من هذا الأمر، كان دايما الكلام على حكام الدرجة التانية هم اللي بيديروا مباريات الناشئين. حكام الدوري الممتاز عملوا جلسة مع بريرا عشان يتكلموا معاه حول ضرورة إدارتهم مباريات بشكل مستمر في الدوري الممتاز، عشان هم بيديروا في الناحية التانية مواجهات في بطولات قارية، ورفضوا إدارة مباريات الناشئين والشباب. لكن بريرا من ناحيته رفض تماما التراجع عن قراره، قال لهم هتحكموا مباريات الناشئين والشباب. ده او دي الحكايه. مش عارف ليه دايما لجنه الحكام بتطلع دوشه كده ونار، او الحكام يعني اسره التحكيم، عارفين انت كده الجمله يقول لك اسره التحكيم، عمري ما شفت اسره في التحكيم بصراحه. ماشي. النهارده في دوري ابطال اوروبا دور المجموعات كان في مباريات مهمه جدا في الجوله الخامسه. لاتسيو فاز على سلتك 2-0، وشختار دونستك فاز 1-0 على رويال انتيروب، واتلتيكو مدريد فاز على فاينل الهولندي 3-1، يانج بويز فاز 2-0 على سرافينا، ومانشستر سيتي فاز 3-2 على لايبزيج الالماني، وبرشلونه فاز 2-1 على بورتو، وبروسيا دورتموند فاز على ميلان 3-1. وافضل مباريات اليوم كانت مباراه باريس سان جيرمان ونيوكاسل يونايتد، انتهت بالتعادل الايجابي 1-1 في فرنسا. هنروح لفاصل، بعد الفاصل معانا زوم مهم جدا، لقاء عبر زوم مهم جدا، عشان اديك بس حته كده. هو مدرب انجليزي شهير جدا ضرب عدد من اللاعبين المصريين في الدوري الانجليزي، اكيد عرفته. بعد الفاصل نتعرف ونتكلم معاه، خليكم معانا. واحد من أهم المدربين في تاريخ إنجلترا،
والذي ساهم بخبراته في قيادة العديد من الأندية لنجاحات استثنائية. ستيف بروس صاحب المسيرة المميزة والذي أبهر الجميع بقيادته لفريق بيرمنغهام سيتي للدوري الممتاز عن طريق التصفيات الإقصائية بعد 5 أشهر فقط من توليه المسؤولية. وعاد بروس لينقذ ويغان من الهبوط في 2007، ثم قاد ساندرلاند للمركز 13 بالدوري الإنجليزي في الموسم التالي، كما ساهم في صعود هال سيتي إلى البريمير ليج ليصبح متخصصا في النجاح بأقل الإمكانيات. وكان لستيف بروس فترة مميزة مع أستون فيلا، إذ قاد الفريق لتحقيق 46 انتصارا من أصل 102، وسجل فريقه 137 هدفا. وفي يوليو 2019 تولى المهمة الفنية لفريق نيوكاسل، وقاد الفريق في 97 مباراة محققا 29 انتصارا. وكانت تجربته الأخيرة في ويست بروميتش، وانتهت في 10 أكتوبر عام 2022، ليعلن بعد اعتزاله التدريب بعد رحلة مميزة كانت شاهدة على نجاحات وطفرات استثنائية في أصعب الظروف وبأقل الإمكانيات. وارتبط المدرب الإنجليزي المميز بعدد من اللاعبين المصريين، حيث تدرب نجمنا المصري أحمد المحمدي معه في هال سيتي، وقدم معه مستوى رائعا للدرجة التي جعلت ستيف بروس يحارب للتعاقد مع المحمدي عندما تولى تدريب نيوكاسل. كما تدرب عمرو زكي نجم منتخبنا الوطني السابق معه خلال تواجده مع ويغان الإنجليزي. وبين نجاحات ستيف بروس الاستثنائية وذكرياته مع اللاعبين المصريين، يكشف المدرب الإنجليزي المميز في حواره مع رقم 10 العديد من الأسرار والكواليس. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى. معايا دلوقتي عبر زوم واحد من اهم اللاعبين اللي جم في تاريخ انجلترا، واحد من اهم المدربين اللي دربوا في الدوري الانجليزي. انت بتتكلم على مدافع رائع جدا، كانوا بيسموه الثور الهائج، لاعب حماسي جدا، روح عاليه جدا، قائد لمانشستر يونايتد في بداية عصر ذهبي كبير ورائع جدا مع المدرب الكبير الرائع السير أليكس فيرغسون. لعب وعمل إنجازات وخد بطولات مع مانشستر يونايتد، بعدها اعتزل واتجه للتدريب ودرب فرق كبيرة ومهمة في إنجلترا زي أستون فيلا، زي نيوكاسل، زي ويغان، زي هال سيتي، فرق عديدة ومهمة في الدوري الإنجليزي. مدرب نعرفه احنا هنا في مصر كويس جدا، ممكن تقول عليه مدرب المصريين في انجلترا، درب احمد المحمدي وعمرو زكي وجده واحمد فتحي، درب معظم اللاعبين المصريين اللي راحوا احترفوا في انجلترا مع فرق مختلفه، سواء مع ويغان بقى وهال سيتي واستون فيلا. معايا عبر زوم الان المدرب الانجليزي الكبير والشهير ستيف بروس. يا فندم مشرفني ومنورني، برحب بيك على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. مساء الخير لمصر، مساء الخير لجميع المصريين. أنا هبدأ معاك زي ما كنت بقول في مقدمتي، إنك واحد من أهم اللاعبين الإنجليز قبل كمان ما تبقى واحد من أهم المدربين الإنجليز، وهبدأ معاك بهذه المرحلة العظيمة كلاعب في مانشستر يونايتد وقائد لفريق مانشستر يونايتد في عهد السير أليكس فيرغسون. تتذكر إيه من هذه المرحلة العظيمة؟ أنا سعيد جدا بدرجة لا أتخيلها على كل هذه المسيرة التي قدمتها في إنجلترا، خصوصا فترة لعبي مع مانشستر يونايتد كانت فترة رائعة. لم تكن رائعة على مستوى البداية، وإنما رائعة حتى النهاية، فقد فزنا بالدوري الإنجليزي العديد من المرات، فزنا بالكثير من البطولات مع مانشستر يونايتد. فخلال
بالطبع فترة مهمة بالطبع لأكون قائدا لأكبر نادي في إنجلترا. نعم كانت فترة عظيمة. حينما أخرج في كل لقاء تلفزيوني أوضح امتناني وشكري للفترة التي قضيتها. نعم كانت منذ فترة طويلة، ولكن كل ما أفكر وأتذكر أعبر عن هذا الامتنان لمانشستر يونايتد. فترة رائعة بالفعل كما ذكرت أنت. قرأت من قبل حكاية لطيفة ومهمة جدا وقت ما السير أليكس فيرغسون منحك شارة القيادة لفريق مانشستر يونايتد وزارك في المنزل. كثير من الجماهير جماهير الكرة ما تعرفش هذه القصة وما سمعتش عنها من قبل، نحب نسمعها منك. نعم تلقيت مكالمة هاتفية من السير أليكس فيرغسون وقال لي هل أستطيع أن أزورك في منزلك؟ قلت بالطبع. لم أكن أعرف ماذا يريد، ولكن حينما زارني سلم علي وعلى أطفالي وعلى زوجتي وقال، ونحن نتناول الشاي قال لي ستيف أنا حضرت للقائد الجديد وسيكون أنت. بالطبع أنا كنت سعيد جدا في أعلى درجات السرور، ولكن لأجد السير أليكس فيرغسون أمامي في بيتي ولا أعرف لماذا، وأتى ليخبرني هذا الخبر كان أسعد خبر في حياتي. في مصر هنا بنقول دائما ستيف بروز هو مدرب المصريين، اللاعبين المصريين في إنجلترا. اشتغلت مع كثير من اللاعبين المصريين، أحمد المحمدي، عمرو زكي، أحمد فتحي، جده. مين أكتر اللاعبين تتذكرهم؟ وهكلمك عن واحد واحد تحديدا يعني. أنا أتذكرهم جميعا. أتذكر وخصوصا المحمدي. المحمدي كان في هول سيتي، في ساندرلاند، في أستون فيلا. بالطبع أنا ممتن جدا لقيادتي للاعب مثل أحمد المحمدي. هو ليس فقط لأن منذ حوالي 30 عاما أنا لعبت وقابلت العديد من المصريين، ولكن لأول مرة أتعامل مع لاعب بهذه الاحترافية، وخصوصا أيضا عمرو زكي كان مهاجما رائعا، وميدو كذلك. بالطبع لاعبين محترفين على أعلى مستوى، وخصوصا أحمد فتحي شخصية رائعة. من الصعب أن أنسى هؤلاء اللاعبين. بالطبع هؤلاء كانوا مصدر سعادة وفخر خلال مسيرتي. أنا أحترمهم كثيرا، وكن كل الاحترام للمجهود الذي بذلوه أثناء فترة قيادتي لهم. عايز أسألك تحديدا عن عمرو زكي، كانت مسيرته بدايتها رائعة جدا مع ويجن ولم تستكمل هذه المسيرة الرائعة. لماذا لم تستكمل هذه المسيرة الرائعة للاعب كنا نتوقع له أنه هيكون مهاجم عظيم وكبير؟ هو بدأ بشكل رائع وكان يجب عليه أن يستمر، ولكن مع دخول رأس السنة كانت فترة تحول له مع ويجن. كان يذهب إلى هنا وهناك، يخرج مع الكثيرين. أعتقد أن أقول أن السلوكيات قد تغيرت. الجميع كان يتوقع له الكثير، ولكن الأمور تحولت بشكل جنوني معه في إنجلترا. أنا كنت سعيد جدا لهذه البداية، ولكن أول مرة تلعب في إنجلترا تكون مختلفة وصعبة. يجب عليك، هو كان قويا، كان
كان رائعا، ولكن أنا حزين لأن الأمور آلت إلى هذا الوضع في النهاية. بعيدا عن هذه الأسماء اللي ذكرناها، هل هناك لاعبين مصريين آخرين كنت ترغب في ضمهم لأحد الفرق اللي دربتها؟ بالطبع نعم، هذه مشكلة في إنجلترا حتى الآن. ترى الكثير من اللاعبين، ولكن القيود الخاصة باستخدام اللاعبين الأمر يجعل الأمر صعبا على المدرب. إذا كان الأمر بيدي سأذهب إلى مصر غدا لأستقدم الكثير من اللاعبين، لأنكم تتحلون بالكثير من المواهب. من الصعب ومن المؤسف أن نرى هذا الوضع وهذه القيود توضع على الأندية حينما تريد أن تستخدم اللاعبين الموهوبين من حول العالم. طيب، على ذكر المصريين وهو لاعب لم تدربه، بالتأكيد بتحدث عن محمد صلاح، واحد من أهم نجوم كرة القدم في العالم. كيف تقيم مسيرة محمد صلاح الرائعة في كرة القدم؟ حسناً، محمد صلاح الآن هو واحد من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم. نحن نتحدث عن مو صلاح ليس فقط في إنجلترا، ولكن محمد صلاح، إذا رأيت محمد صلاح في كل موسم، هو أكثر لاعب يساعد فريقه على حصد النقاط، هو مصدر فخر لكل اللاعبين المصريين، هو الأعظم، هو الأعظم في مسيرة كل المصريين في خارج مصر، هو أفضل من قدم على مستوى اللاعبين المصريين في الدوري الإنجليزي وفي أوروبا. لذلك أنا أرفع القبعة للاعب مثل محمد صلاح، هو لاعب محترف ولاعب يمتاز بالمهارة العالية ليس فقط على مستوى الشخصي، ولكنه لاعب متكامل. في عام 2018 تحدثت وسائل الإعلام المصرية عن مفاوضات حدثت بين النادي الأهلي المصري وبينك لتدريب الفريق، هل هذه المعلومات كانت صحيحة؟ نعم، هذا حدث بالفعل منذ حوالي خمس سنوات. بالفعل تلقيت اتصالات وأبلغت وأنني سعيد لأخوض هذه التجربة، تحدي كبير وتحدي مختلف، ولكن لسبب أو لآخر لا أستطيع ذكره لم تتم المفاوضات. وأعتقد أن أقول أن كلا الطرفين لم يتوصلوا، سواء إدارة أعمالي أو النادي، من يعرف، ربما يحدث هذا مجددا، من يعرف. هل تتابع الكرة المصرية بشكل عام على مستوى الفرق أو المنتخبات حتى لو على فترات، ولا لا تتابع الكرة المصرية؟ لسوء الحظ أنا لا أستطيع إلا أن أتابع أخبار المنتخب المصري فقط حينما يتاح لي. بالطبع عندي معلومات عن الكرة المصرية، ولكن الفرق المصرية الآن أود أن أتابعها، أود أن أتابع الكثير عن الكرة المصرية، ولكن ليس في هذه اللحظة. لماذا ابتعدت عن التدريب في الفترة الأخيرة؟ لم أسمعك جيدا، ربما تعيد السؤال. لماذا ابتعدت عن التدريب في الفترة الأخيرة؟ أنا حاليا في فترة راحة. أنا أحاول الآن أن أعود، ربما أعود لسابق عهدي، ربما يظهر شيء ما. أنا الآن متوقف قليلا، ولكن حينما سأعود سأكون سعيدا جدا. أنا بشكر ستيف بروس على هذا اللقاء الخاص به برنامج رقم 10 على التلفزيون المصري، واحد من اهم المدربين زي ما قلت لكم، ويجان هال سيتي، استون فيلا، نيوكاسل، لاعب كبير وعظيم وقائد لفريق مانشستر يونايتد. من زاويه اخرى معايا عبر زوم الان واحد من نجوم ارسنال السابقين،
توماس دانييلي فيشيوس لاعب في كلوب بروج، لاعب في برما الإيطالية، بالتأكيد لاعب في أرسنال، وهو رئيس السابق للاتحاد الليتواني لكرة القدم. يا فندم مشرفني ومنورني على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. مرحبا بالجميع، شكرا جزيلا على استضافتي على التلفزيون المصري، مرحبا بالجميع. بداية حابب استعيد معاك ذكريات أرسنال الماضي، أرسنال العظيم، أرسنال النجوم الكبيرة، ماذا تتذكر عن الجيل اللي لعبت معاه مع أرسنال؟ سؤال جيد جدا. بالطبع فترة لعبي مع أرسنال كانت منذ حوالي 24 عاما أو 23 عاما، منذ عام 2000. كانت فترة رائعة، الفريق الذي كنت ألعب بجواره فريق رائع، فريق متكامل، كما معنا تيري هنري، دينيس بيركم، ليونبرغ، أيضا بيريس، وكان كان توني آدمز، لاعبين دوليين، ديفيد سيمان حارس مرمى. كانت فترة رائعة لألعب بجوار هؤلاء اللاعبين الذين صنعوا تاريخا مع أرسنال. لماذا غاب أرسنال عن البطولات الكبيرة، غاب عن أنه يطلع نجوم كبيرة وعظيمة بعد هذا الجيل، باستثناء طبعا الموسم الماضي والموسم الحالي اللي تحسن فيه أرسنال كثيرا، لماذا كل هذه الفترة من الغياب بالنسبة لأرسنال؟ حسنا، بالطبع كرة القدم، كرة القدم مؤخرا تتغير كليا. أرسنال منذ عام 2006 يحاول أن يصنع الفريق، والنادي لا يستثمر بالشكل الأمثل في هذا الوقت، والآن الأندية تهتم، النادي اهتم بالبنية التحتية في الفترة الماضية، ولكن الآن كما نرى الأرسنال قد استطاع أن يستعيد توازنه وينافس مانشستر سيتي. إذا رأيت الأرسنال منذ أيام كان على قمة الجدول، وكذلك الموسم الماضي، فالفريق الآن فريق تنافسي بشكل كبير، يريد أن ينافس. الآن الأرسنال لديه فرصة ليفوز بدور الأبطال، الأرسنال لديه الفرصة كذلك لينافس على كل البطولات هذا الموسم. أرسنال الموسم الماضي كان على وشك الفوز بالدوري الإنجليزي وأهدر الصدارة في الأسابيع الأخيرة، هل تتوقع أن يستمر أرسنال في المنافسة هذا الموسم حتى النهاية ويستطيع بعد غياب طويل الفوز بلقب الدوري الإنجليزي؟ بالطبع الأرسنال الآن مع فترة التوقف وبعد العودة استطاع أن يفوز بثلاث نقاط ويسبق مانشستر، وأستطيع أن أقول أنه سيسبق مانشستر سيتي. فمع كل هذه المجموعة من اللاعبين ستكون منافسة قوية، بجانب أيضا مانشستر يونايتد. فالأرسنال الآن أستطيع أن أقول أنه سينجح أن ينافس بشكل كبير كما كان الحال بين ليفربول ومانشستر سيتي منذ سنوات، والأمر يختلف الآن عما كان عليه في السنوات الماضية. كما قلت في العام الماضي أرسنال بنفس الخطوات في المنافسة ويريد أن يفوز باللقب. ليفربول كمان تحسن كثيرا هذا الموسم، توتنهام في الصورة، حتى أستون فيلا كمان في الصورة. هل تتوقع المنافسة هذا الموسم هتكون منافسة ثنائية فقط بين السيتي وأرسنال، ولا ممكن نشوف ليفربول ينافس، نشوف توتنهام ينافس، نشوف أستون فيلا ينافس؟ نعم ستكون هناك منافسة بين هذه الفرق الأربعة أو الخمسة الذين ذكرت، مانشستر سيتي، أرسنال، ليفربول، توتنهام، وأستون فيلا. ولا نستطيع أن ننسى مانشستر يونايتد ونيوكاسل. نيوكاسل يستطيع أن يعود للمقدمة مرة أخرى. هذه الفرق ستقاتل من أجل اللقب، ولكني أرشح الأرسنال كنادي المفضل. أسألك تحديدا على ليفربول وبالتحديد أكثر عن محمد صلاح، رأيك فيما يقدمه محمد صلاح عبر مسيرة طويلة كبيرة وعظيمة في ملاعب كرة القدم الإنجليزية والأوروبية؟
أعتقد أنه قد أبلى بلاء رائعا في إنجلترا، والأفضل له أنه لم يترك ليفربول. هو ليس فقط لاعب مميز، ولكنه هو اللاعب الأميز، وخصوصا مع المنتخب المصري وليس فقط مع ناديه. وأستطيع أن أقول أنه الأميز في تاريخ مصر وليس الموسم الحالي. أستطيع أن أقول أن محمد صلاح يحظى بالدعم الكامل، وهذا ما جعله يبقى في ليفربول ولا يغادر للدوري السعودي. ربما كان لديه العرض الأفضل خارج ليفربول، ولكنه بقي في ليفربول، وهذا يدل على ثبات واستمرارية مستوى محمد صلاح مع ليفربول. هل تنصح صلاح أنه يستمر مع ليفربول حتى نهاية مسيرته، ولا شايف أنه محمد صلاح يحتاج لفرصة جديدة مع فريق آخر؟ هو بالفعل في قمة المستوى وفي أفضل الأندية. هذه أفضل الأشياء، لا أستطيع أن أقول بالنسبة لي، ولكن بالنسبة له أستطيع أن أقول هو يلعب الآن في أفضل من أفضل أندية العالم. فبالتالي ماذا تريد أن تفعل يا محمد؟ ما المزيد الذي تريده؟ أنا أستطيع أن أقول أنه في دوري جيد جدا وفي نادي جيد جدا. لعبت في تشكيلة مع أرسنال، هي التشكيلة ربما أو واحدة من أفضل التشكيلات على مر التاريخ في كرة القدم. لو قلت لك دلوقتي تختار تشكيلة من أفضل لاعبي العالم تحب تلعب معهم، تشكيلة من كل الفرق مش من فريق واحد. هذا سيكون صعب جدا علي، ولكن يوجد الكثير من اللاعبين الرائعين في تاريخ أرسنال، وخصوصا في السنوات الماضية تحديدا. لأصنع تشكيلة أو فريق من هؤلاء اللاعبين، بالطبع سيكون لدينا دينيس بيركام، تيري أنري، وفي خط المنتصف بيريس، ولا أستطيع أن أنسى فابريغاس، مارتن أوديغارد، ديكلان رايس، English stars like Tony Adams. توني آدمز في خط الدفاع، وأيضا في حراسة المرمى ديفيد سيمن. أعني أن هناك الكثير من اللاعبين الذين لم أذكرهم، وربما بالطبع هم يستحقون أن يكونوا في التشكيل الأمثل، ولكنهم من الصعب أن أسمي كل هؤلاء اللاعبين بالنسبة لتشكيلة أرسنال التاريخية. توماس دانفيلشوس نجم أرسنال الأسبق، أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء عبر زوم. احنا لسه مكملين مع حضراتكم بعد هذا اللقاء المميز مع واحد من نجوم أرسنال في جيل ذهبي رائع جدا لأرسنال في أول الألفية الثالثة. أرسنال ده كان خطير جدا، أرسنال الفرقة دي كانت خطيرة جدا. أنا متصور أنه حتى اللي بيشجعوا أرسنال دلوقتي هم بيشجعوه بسبب الفرقة دي، بيحبوا أرسنال بسبب الفرقة دي. بعد كده أرسنال دخل في مراحل صعبة جدا، تحسن كثيرا الموسم الماضي والموسم الحالي. لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل، الزملاء الأعزاء محمد جمال وأحمد الحنفي لتحليل مباريات اليوم في الدوري الممتاز، خليكم معنا. يا أهلا بحضراتكم مرة أخرى، شرفني ونورني أصدقائي الأعزاء لتحليل مواجهة اليوم، تحديدا مباراة الأهلي وسموحة. وتأكيد هنمر كده ونحاول نمر على مباراة بيراميدز والإسماعيلي مع الأصدقاء الأعزاء محمد جمال وأحمد الحنفي. أجيمي منور الدنيا حبيبي يا كيمو، أخبارك إيه؟ زي الفل الحمد لله. كله حلو أبو حميد عاش من شاف حبيبي يا كيمو، أخبارك إيه؟ كله فل الحمد لله، كله تمام يا الحمد لله دايما. طيب أنا عايز أبدأ بما هو تسبب في حالة هبوط مستوى النادي الأهلي الفترات الأخيرة، وترجمت ده بسلوكيات لاعبين في الفترة الماضية، باعتراضات لاعبين، وذكرت الأمثلة إمام عاشور، أحمد عبد القادر، بيرسيتاو، فكرني مين، صلاح محسن، أسماء كتير في النادي الأهلي بدأت اللي هو إيه، اللي متضايق ما بيلعبش، اللي متضايق إن هو خارج، أفشة كمان نسيته. إيه اللي حصل؟ إيه اللي بيحصل في الأهلي دلوقتي؟ مش عايز أكبر الموضوع قوي، بس في نفس الوقت مش عايز أصغره قوي. كنا اختلفنا انا وانت كريم في حلقه من الحلقات انه هل الاهلي في ازمه ولا الاهلي مجرد مباريات
لا يحصد فيها الثلاث نقاط او الاداء ليس على ما يرام. وانا كنت شايف ان الاهلي في ازمه، وانا مش شايف لحد دلوقتي ان الاهلي في ازمه. البعد بالنسبه لي في الحالتين في الحالتين ان هي قصه مش بس تذبذب نتائج، مش بس انك مش بتاخد 3 بونت، مش بس انك بتخسر السوبر الافريقي ولا الدوري الافريقي ولا بتتعادل امام الجونه ثم تفوز على ميدياما ثم تعود للتعادل النهارده. دي النتائج دايما دي اخر حاجه في الخط. طب ايه السبب؟ ده اللي انا بسببه قلت الاهلي في ازمه. رقم واحد، انت لما تيجي تبص على اي منظومه بمنتهى البساطه، بص هل التراجع فردي؟ هل في بعض العناصر بس هي اللي مستواها تراجع ولا السواد الاعظم تراجع؟ ده سؤال الناس تجاوب عليه. اثنين، هل المشاكل فنيه ولا توجد اي ازمات على الصعيد، مش هقول الانضباطي لكن على الصعيد المهني للاعبين؟ يعني ايه اللعيب عارف دوره وعارف مكانه زي ما كان بيحصل الموسم الماضي؟ مش هل من بعيد يعني. هل هي نفس الحاله؟ لا، ده السؤال الثاني. السؤال الثالث المهم جدا، هل كولر حتى مع تذبذب النتائج في بعض الاحيان في منتصف السيزون، ممكن على سبيل المثال وليس الحصر كانت مباراه سان داونز مثلا، هل كان كولر، وده هنروح له خلال الحلقه، بنفس العصبيه؟ الناس لازم تجاوب. كان متعصب دلوقتي جدا. طيب هل الحمل الملقى على عاتقه بقى فني بس ولا في جزء اداري بقى بيحاول يصلحه؟ طب ما هو السنه اللي فاتت كان نفس الراجل موجود بنفس جهازه، بالعكس ده زاد له برينجر السنه دي. طب هل الحمل الفني اللي بيعمله كولر السنه اللي فاتت والامور كانت ماشيه زي الفل، طب ايه اللي حصل السنه دي؟ تمام، ليه كولر اتعصب في اخر مباراه مع احد المشجعين؟ القصه ليها شويه كواليس. يمكن احنا معانا اللقطه لو نستعرضها، هي بعدسه زميلنا محمد العزالي. الموضوع حصل بعد المباراه مباشره، واحد من الجماهير، وده عادي بيحصل، راجل لم يتجاوز ما شتمش، عم يقول له فوق انت نايم فوق، وده اللي حصل في اللقطه اللي هي ظاهره معانا دلوقتي، وحاول خالد الجوادي ان هو يمنعه. طيب احنا بعد اللقطه على طول يعني حاولنا نجيب الترجمه بتاعه اللقطه، الراجل كان بيقول له انت عايز ايه كولر، انت عايز ايه؟ وكان بيقول لخالد الجوادي، بيقول له انا مش عارف هو منفعل عليا ليه، هو بيزعق ليه، هو ايه مشكلته معايا؟ والتنشن اللي كان عليه كولر هتظهر لقطه دلوقتي مهمه جدا دلوقتي حالا. ما اعرفش هي باينه فول سكرين ولا لا. عمل ايه؟ طب ما لا مش كولر خالص. بص في الصوره، هو المفروض ان الفريق، لانه الفيديو ده ليه بقيه، الفريق ابتدى يتجمع والعناصر ابتدت تخش في المشكله وابتدى ينكن يشوف ايه المشكله. طب هو في خناقه ليه من الاساس؟ ده الجزء الاولاني من القصه. طيب استتبعوا، كولر خد اللعيبه زي ما الناس كلها عرفت وراح على التتش. انفعال، درجه الانفعال، كولر انفعل على اللعيبه كتير قبل كده، لكن درجه انفعال كولر النهارده في التتش في الجزيره يعني على اللاعبين ما حصلتش قبل كده. وقال لهم التالي، قال لهم مش مشكله فنيه خالص، قال لهم تقاعس بعض اللاعبين اتسبب ان المره الاولى الجماهير بتهاجمني انا شخصيا، وانا ما عنديش مكان للعيب متكاسل او متقاعس، وانا اللي بقولها من دلوقتي، واي لعيب مهما كان اسمه هيأدي بنفس الشكل ده تاني. قال لهم انا ما عنديش مشكله ان يبقى في ازمات، ما عنديش مشكله ان احنا نعاني من تذبذب المستوى، لكن انا احس ان اللعيب كسلان في الملعب، مش هيبقى ليه مكان جوه الفرقه، لا اساسي ولا احتياطي. طيب اما تصل الامور الى هذه الدرجه، اما تصل الامور الى هذه الدرجه تعرف ان هناك مشكله لحمه، مش هقول انضباط تاني برضو، هي مشكله ان الفريق بلغه الكوره فك. فعشان الفريق يفك والله لو قعدت تصلح فيه فنيا للصبح. الاهلي طول العمر طول الوقت بنتكلم على السواد الاعظم في فتره وتاريخ النادي الاهلي، كان ده راس ماله، فرقه ماسكه نفسها طول الوقت، حتى بتمر بهزايم بتمر بمواسم سيئه، فرقه ماسكه نفسها. عظيم. انا بقول لك ما بين قوسين الفرقه فك. طيب احمد، تفسيرك ايه لتراجع النادي الاهلي في الفتره الاخيره وتحديدا في مباراه اليوم؟ الاهلي عنده او اللعيبه عندها بعض المشاكل، تحس ان اللعيبه عندها مشاكل نفسيه. في مشاكل فنيه، في مشاكل فنيه جوه الفريق بالتاكيد. معلش انا هجيب بالي دلوقتي، انا افهم اللعيب مثلا ما بياخدش مستحقاته يبقى عنده مشاكل نفسيه،
افهم اللعيب اللي عنده نتائج سيئه مثلا من الموسم الماضي ما بيكسبش بطولات يبقى عنده مشاكل نفسيه، افهم اللعيب اللي ما بيشاركش ما عنده مشاكل نفسيه. لعيبه الاهلي كلها تقريبا بتشارك، واخدين كل مستحقاتهم، كسبانين كل البطولات، ايه اللي ممكن يوصل لعيبه النادي الاهلي انه يبقى عندهم مشاكل نفسيه؟ بحاول اوصل بس معاك يعني بنحاول نجاوب مع بعض بشرط. مبدئيا الاهلي كان سوء حظه شويه لما خسر السوبر في بدايه الموسم دي، كانت بالنسبه للفريق هزت ثقه اللعيبه بعض الشيء وثقه كولر في المجموعه شويه، بالاضافه ان زي ما محمد جمال قال برضو ان في بعض الحاجات من جوه تحس ان الفريق فك مره واحده، تحس ان المستوى الافراد ومستوى اللعيبه نفسه كله نزل، مش لاعب سيء، مش اتنين، مش ثلاثه، مش خط، ده كل الخطوط فيها مشاكل، مشاكل فردية أكتر ما هي مشاكل جماعية ومشاكل تكتيكية. يعني النهاردة قدام سموحة بنشوف يعني ميس باص كتير جدا من لعيبة النادي الأهلي. ميس باص دي مش مشكلة كولر، ده في لاعب بيبقى قصاد لاعب بيباصي كورة غلط. أحمد عبد القادر في آخر دقيقة في الدقيقة 94 بيباصي كورة بره الملعب خالص في مكان خطير، المفروض في وقت قاتل، المفروض أنت المفروض بتلعب في آخر دقيقة. بالإضافة إن لعيبة النادي الأهلي ظهرت قدام الجونة وظهرت النهاردة قدام، دي بعض الحالات للميس باص النهاردة، يعني دي كورة عملية في عدم تركيز من لعيبة النادي الأهلي وده واضح في الملعب. تحس يعني دي مثلا عبد المنعم خد منها كورنر فريق سموحه في اول المباراه، اللعبه اللي بعدها برضو هتلاقي في ميس باص بشكل في عدم تركيز، في عدم تركيز من لعيبه النادي الاهلي كبير. شوف هنا برضو في منطقه خطيره جدا جدا، دي مش مشاكل فنيه، دي مشاكل تركيز اكتر منها. برضو نفس الكلام هنا برضو، يعني ما بتقولش لعيب واقف غلط مثلا مش موجوده، لا ده هي مساله تركيز، اللعيبه مش مركزه، تحس ان المجموعه نفسها فعلا فك، المجموعه نفسها فيها مشكله. هنا برضو اكرم ميس باص برضو، كل الباصات دي لحد الدقيقه 20، يعني مجموعه الباصات دي من اول ماتش لحد 20، يعني حتى ما تقدرش تقول مثلا انه الضغط عشان النتيجه سلبيه فبدا يبقى تركيز زياده، انت من اول المباراه تركيزك بالظبط كده. الفريق تحس ان اللعيبه مش مركزه، اللعيبه مش موجوده ذهنيا في ارض الملعب. اكرم توفيق ميس باص سهل، كلها كرات سهله، كلها الوش في الوش، مش حاجات فيها ريسك مثلا ان انا كجمهور اتقبل ان ممكن يكون في ميس باص، كلها تمريرات غلط وبتسبب دي كوره برده لحياة محمد عبد المنعم ورامي، دي كوره عبد القادر، دي في الدقيقه 94، يعني دي المفروض في الدقيقه 94 الباص ملوش اي معنى من احمد عبد القادر الحقيقه. فدي كلها دي برده نفس الكلام، فواضح انه التركيز واضح ان في عدم تركيز من لعيبه النادي الاهلي بان النهارده. ميس باص اثر لعيبه النادي الاهلي بشكل كبير جدا، واكد ان في عدم تركيز من لعيبه النادي الاهلي. بالاضافه ان برده اطراف النادي الاهلي فيها مشكله كبيره جدا. السنه اللي فاتت كنا مقتنعين ان النادي الاهلي مش معاه المهاجم الصندوق اللي بيخلص، ولا السنه دي برده رغم تعاقد النادي الاهلي مع مودست، الا ان الاطراف السنه اللي فاتت كانوا متعود النادي الاهلي عنده. كان معانا الشحات في الناحيه الشمال كان فايق جدا، كان في بيرستاو السنه دي حلو، لكن بيرستاو النهارده ما كانش موجود. كريم فؤاد لسه ما دخلش في المنظومه، مش موجود النهارده. بيرستاو يعتبر افضل لاعب في النادي الاهلي السيزون ده الحقيقه، ولكن ما كانش موجود. ليه؟ كريم فؤاد بيرستاو سامعني ولا سامعك؟ حسيت ان هو لا لا ما سمعش بيرستاو ما اتدربش في التدريبه الاخيره بسبب مدرب الاحمال. مدرب الاحمال شايف ان الراجل لعب ماتشين جنوب افريقيا ذهاب وعوده، فشايف ان عليه حمل كبير، ففضل ان هو يستبعده مباراه سموحه. يعني ده السبب المعلن. ايوه ده السبب المعلن من النادي الاهلي. اوكي، ولكن هل في اسباب اخرى؟ الله اعلم. بيرسو في فترات قبل كده كان بيبقى عنده ضغط مباريات اكتر وكان بيلعب اساسي. طيب تعلم ايه ده؟ في ايه؟ بتناحي اصل ده استكمالا السيناريو، اللاعب اللي ما بيشتركش عايز يشترك، واللاعب اللي بيلعب يقعد على الدكه بيتقمص. و بيرسيتاو كان موجود على الدكه في مباراه ميدياما، نزل الشوط الثاني عمل نشاط كبير جدا. بالمناسبه هو السبب ده حقيقي مش معلن، حقيقي بيرسيتاو مجهد. بيرسيتاو مجهد فعلا، تمام، لكن هو مش ده اللي خلى بيرسيتاو بره القايمه. بيرسيتاو كان ممكن يبقى موجود على الدكه النهارده كمان زي ما كان موجود في المباراه الماضيه، زي ما كان موجود المباراه، لان هو فعلا مجهد. لانه لعب 180 دقيقه ونقطه طويل جدا، ما لعبش 180 دقيقه مع منتخب جنوب افريقيا وفي فاصل 3 ايام في بلدين مختلفين. ماشي، فبيرسيتاو ما بين قوسين، رغم انه موجب بيقول انا كويس. القياسات، الاهلي بيعمل قياسات والمعد البدني هو اللي بيدي التقرير لكولر يقول له مين جاهز بنسبه 100% ومين اقل. فهو ادى للراجل قال له لا، بيرسيتاو مش جاهز انه يلعب المباراه، فتواجد على دكه البدلاء. تمام، طيب بعد ما تواجد على دكه البدلاء المباراه اللي فاتت نزل الشوط الثاني ولعب، فلعب حوالي نص ساعه. تاو شايف، هو انا ازاي انتوا شايفين ان انا مجهد وانا شايف ان انا كويس؟ انتوا شايفين ان انا مجهد
وعايزيني اتمرن بعد المباراه. كولر دايما بيعمل تدريبات للعيبه اللي لعبت جزء من المباراه او لم تشترك، كانت موجوده على الدكه ولم تشترك، بيديهم بعض التدريبات بعد المباراه، جزء بدني بسيط يعني. فهو بيرسي تاو بيقول هو منين انا انتوا شايفين انا مجهد وعلى اساس ده ما لعبتش المباراه بشكل اساسي ومع ذلك اشتركت لمده نص ساعه، يعني المفروض ده هو ده اقصى الحمل اللي عندي وعايزين اتمرن تاني. طيب. ما بين قوسين ما عجبوش. حلو. بس فالراجل خد قرار مش موجود النهارده. حلو. النهارده اتكلم مارسي كولر لما اتسال سؤال عن الكرات الثابته وقال ان احنا بنحاول نتدرب عليها بس احنا فعلا النهارده كنا سيئين في الكرات الثابته. النادي الاهلي النهارده جات له كرات ثابته كتير ولم يستغل اي كره فيها لدرجه انه معظم الركنيات اللي لم يكن كل الركنيات كانت بتوصل للاعيب سموحه او لحارس مرمى سموحه. الاهلي عنده مشكله الموسم ده تحديدا في الضربات الركنيه. اما يكون عندك محمد عبد المنعم احسن مدافع في مصر، مش هنقول في افريقيا ولكن في مصر، بيلعب براسه. السنه اللي فاتت مخلص لنا بطوله افريقيا بضربه راس بضربه ركنيه. اما يكون في ماتش سموحه بتوصل ب 15 ركنيه ولا ركنيه بين الثلاث خشبات، فدي مشكله. دي مشكله. وشكل الكره نفسه بتلاعب تحس ان اللعيبه مش متدربه على حاجه. مفيش فكر بيتنفس، لا انت بتفتح مساحه على البعيده ولا انت بتحاول تخلق مساحه على القريبه. الشكل العام لضربات الركنيه ما كانش شكله احسن حاجه. يعني ديت مثلا 15 ضربه ركنيه هتلاقي كلهم كده، كلهم بلا هدف سواء من الناحيه اليمين او من الناحيه الشمال. كريم فؤاد مفيش هدف، هي الكوره سهله باللونه بيطلع هاني سليمان يمسكها. ال 15 ضربه ركنيه كلهم كده، ولا ضربه ركنيه بين الثلاث خشبات. في ظل انك عندك مدافع بيلعب براسه بشكل هايل جدا هو محمد عبد المنعم. بس ما انت ما ينفعش برضه تعتمد على محمد عبد المنعم بس، يعني انت عشان توصل الكوره مثلا ان محمد عبد المنعم يسجلها لازم يبقى في اكتر من لاعب مميز بضربات الراس عشان ياخد المدافعين وياخد المنافسين. فانت هو مين مميز في ضربات الراس غير محمد عبد المنعم في الاهلي دلوقتي؟ حاليا ما فيش. رامي ربيعه ومحمد عبد المنعم في التشكيل اللي بيلعبها. بس لما يكون في اما يكون فيها جيمي فكره بحاول اطبقها في الضربه الركنيه وبفشل عشان ما عنديش حد بيلعب براسه، هتقبل الفكره. انما هو الضربات الركنيه ما فيهاش فكره. ما هو دي نقطه سلبيه برضو بصراحه في الاهلي. ما فيهاش فكره، ما عندكش غير واحد او اتنين هم اللي بيمميزين في ضربات الراس. لا عندك مهاجمين ولا عندك اجنحه ولا عندك لعيبه وسط ولا عندك احد. يعني مثلا الاهلي كان بيعوض ده السنه اللي فاتت لو تفتكر بحمدي فتحي كمان في نص الملعب، كان بيجي في الكرات الثابته دي مع محمد عبد المنعم مع ياسر ابراهيم. دلوقتي انت ما فيش تقريبا محمد عبد المنعم هو وعمرو السوليه، برافو عليك. لكن تقريبا محمد عبد المنعم بس، حتى رامي يجي بدرجه او درجتين اقل من محمد عبد المنعم. يعني انا عندي مشكله في الضربات الركنيه مش فكره مين اللي بيلعب براسه بقدر ما هي فكره ان الضربه الركنيه نفسها ما فيهاش فكره. احنا بنرفع ضربات ركنيه عشان نرفعها. اما يكون النهارده قدام سوق 15 ضربه ركنيه ما فيش ولا ضربه بين الثلاث خشبات. طيب. دي مشكله واضحه. عظيم. عايز اسالك على امام عاشور، اسالك انت كمان على امام عاشور بس ابدا بك يا شيماء. امام عاشور بالنسبه لي هو الناجح الوحيد. في لعيبه بالنسبه لي مقبوله وهقول اساميهم واتكلم عليهم، لكن بالنسبه لي الناجح الوحيد في فرقه النادي الاهلي في الفتره الاخيره اللي ماشي بمستوى ثابت مع بيرسي تاو اللي مش موجود النهارده، فاتكلم على امام عاشور. امام عاشور النهارده بيكمل نفس الاداء، هو الحل اللي موجود في وسط الملعب، لعيب بيعمل لك الدورين، تحسن في شيء مهم جدا، تحسن. نشوف ارقام امام عاشور، الصراعات الثنائيه، الصراعات الثنائيه العامل الاساسي بتاعها بيبقى الجزء البدني يا كريم، الحده بتاعه الضغط، الحده بتاعه الالتحام. الراجل لما يكون عنده في الصراعات الثنائيه كان عنده النهارده 14 صراع ثنائي خد منهم 10، ده رقم عظيم جدا من لعيب وسط ملعب اللي غالب على أدائه انه راجل هجومي. الكرات الطوليه الصحيحه 7 من 9، ده ممتاز، رقم ممتاز. ان الكرات الطوليه بتحتاج دقه شديده جدا وبتحتاج فيجن، لان اوقات كتير بيغير ملعب سواء برجل اليمين او برجل الشمال. هو حاول على المرمى النهارده 3 مرات، واكتر لعيب حاول بالنسبه للملقى يعني الاهلي حاول كتير جدا، كان عنده 37 محاوله على المرمى النهارده. لكن اكتر لعيب حاول على المرمى، ما كانش فيه حاجه ما بين الثلاث خشبات، لكن اكتر لعيب كان بيحاول انه يلاقي حل حتى بالتصويب كان امام عاشور. عنده المراوغات النهارده راوغ 4 مرات، نجح في 3 منهم، ده بياكد على نجاحه في ان هو بيقدر يعدي واحد على واحد لما بيكون عنده مشكله. فاكتر لعيب لما نشوف الحالات كمان اكتر لعيب عنده حلول في فرقه النادي الاهلي واللعيب الوحيد الناجح بالنسبه لي او اقدر اديله درجه جيده في مباراه اليوم، في لعيبه اقل منه بشويه لكن هو رقم واحد بالنسبه لي امام عاشور. نروح بقى للحالات، يلا بينا. هتيجي لك اهي امام عاشور. امام عاشور كمان تيجي يا عم تيجي. بص يا كريم، من الدقيقه الاولى هتلاقي امام عاشور
حسب اتجاه الكره، الكره في ناحيه اليمين يعني تجمعت اللعبه مش الناحيه الشمال، فالمفروض امام يبقى موجود فين؟ امام فجاه هو راح ناحيه الشمال لان هو واخد تعليمات بغض النظر عن الانهاء اللي ما كان، لان كان جسمه مش معدول وما كانش القرار الصح انه يصوب، لكن هو اول ما لقى اللعبه ناحيه اليمين الراجل مال راح في المكان اللي المفروض ياخد فيه، ودي الحركه بدون كوره ياخد عليها كريدت. عنده مشكله في الانهاء مفيش ازمه، لكن بالنسبه لي هو ياخد كريدت على ده. بص الباص رجع تاني. في مشكله في وسط ملعب النادي الاهلي من فتره طويله، الباصه دي تقول لك انه انا دايما بحتاج الباص غير المتوقع، على طول ما انا بلعب المتوقع الفرقه المتمركزه سهل جدا تقفل عليا، فانا لازم العب الباص الغير متوقع. عمل دي وبعديها ب 10 ثواني راح عامل واحده ناحيه الثانيه، دي بيمينه وعمل الثانيه بشماله غير الملعب. هتلاقي امام عاشور بص دايما بص الباص اللي بيحطه امام عاشور، بص امام كان واقف هنا. مش ناس بتتكلم يا كريم على الادوار اللي منوطه بلعيب مركز 8 وليه ما يبقاش في كثافه هجوميه وليه ما بيخشش ال 18؟ الراجل بيخش ال 18 لكن هي قدرات امام مش قدرات حمدي، وقلنا الكلام ده كتير. فاللعيب اللي المفروض يحل مكان حمدي وما بين قوسين معذور طبعا كولر لانه كان مصاب هو عمرو السوليه، اللعيب اللي المفروض ياخد الادوار الالتحامات في منطقه ال 18، الكرات الراسيه، التواجد في وسط الملعب، اللعيب اللي عنده القدره انه يعمل الحاجتين الدور الدفاع والدور الهجومي هو عمرو السوليه مش اي لعيب تاني. لو انا عايز اعوض حمدي فتحي بشكل ما مش امام عاشور، امام عاشور بروفايل مختلف بقدرات مختلفه يزيد او يقل في بعض لو قارنا بين الاثنين، لكن امام عاشور بص هو هنا عمل كل حاجه صح، الراجل دخل جاي من وسط الملعب عمل الاختراق التجميع كله ناحيه اليمين راح على العارضه البعيده، لكن في النهايه هي مش مقاومه تكمل الكروس، راجل تواجد في المكان الصحيح، راح على واسع كان المفروض يدخل بدري شويه، لكن في النهايه دخل وكمل للمره الثانيه اللي بعده. بص نفس القصه، الراجل موجود فين؟ في مركزه الطبيعي في مركز 8، هتلاقي هو دايما اللعيب اللي بيحاول يعمل الباص المختلف، الباصه اللي توديك في التلت الاخير بدل ما انا عمال باصي بالعرض باصات بلا فائده اهو تاني، الراجل بيدور دايما على حل، دايما بيحاول اذا لا بص وقف هنا بقى معلش ارجع تاني قبل يعمل الباص. بص هنا يا كريم واحنا بنتكلم على امام لازم تشوف، بص وقفت لعيبه سموحه ووقفت لعيبه الاهلي، اتنين لعيبه من الاهلي واقفين في مسافه يارده وكلهم ممسوكين، كل زوايا التمرير مقفوله، دوكو نازل تحت قافل مع حسين الشحات، سيم فيصل واقف على خط ال 18، كل اللعيب واقف مع لعيب، كل زوايا التمرير مغلقه لدرجه ان امام قال انا لو حتى عدى مش هعرف شوط. دي مشكله كبيره، اللعيبه ما بتتحركش بدون كوره، اللعيبه كلها بص الناحيه اليمين مفيش حد، فالراجل حتى لما حب يرجع حط لمين؟ حط لمروان. طب كمل مروان لما خد قرار التصويب لان ما عندوش خيارات ثانيه، عمل ايه؟ بص في ثانيه اتقفلت حتى زاويه التصويب، ثلاث لعيبه من سموحه رايحين والراجل ما عندوش حلول برضه بيحاول. عشان كده بقول لك فايده امام فين؟ ان هو بيدورك على الحل المبتكر في وقت صعب. كمل الحل اللي بعديه على طول. بص باص وحركه، الراجل لقى ان هو مش هيعمل الكروس راح رجع له تاني عدى، هو اللعيب الوحيد اللي قادر يعمل ده كريم اللي بيحصل ده، ما هو اللعيب الوحيد اللي قادر يعمل ده. الناس بتقول لي في الاخر ما انتهتش بجول ما انتهتش باسيست، لان هو مش هيلعب لوحده في النهايه، انا بحاول اعمل ده طول الوقت، بحاول ان انا طول الوقت ادور على حل مبتكر. امام عاشور بيعمل كل اللي مطلوب منه بنسبه تتجاوز ال 80%، حتى تاني كان عنده مشكله في الالتحامات الثنائيه اتحسنت النهارده كتير جدا، كان عنده مشكله في اداء الادوار الدفاعيه والضغط اتحسنت النهارده كتير جدا صح. ففي النهايه امام عاشور بالنسبه لي هو الناجح الوحيد في فرقه النادي الاهلي النهارده. امام عاشور هبتدي من مكان ما انتهى جيمي، فكره حمدي فتحي. حمدي فتحي ما كانش بادئ مع النادي الاهلي بيجيد اللعب داخل الصندوق بشكل جيد، تطور مع كولر في الجزئيه دي صح. وده اللي بيحاول مستر كولر يعمله مع امام عاشور. امام عاشور لما رجع مع المنتخب مستر كولر قعد معاه واتكلم معاه في الجزئيه بتاعت ان هو هيديله ادوار جديده الفتره الجايه في نص الملعب. هو شايف في امام عاشور ان هو يقدر يحل له حته العجز التهديف اللي عنده، ان هو يقدر يكمل جوه الصندوق. انا هاخد من ماتش مديامة رقم، بس ماتش مديامة امام عاشور هو اكتر لاعب لمس الكوره جوه الصندوق في ماتش مديامة بتسع مرات، اكتر من كريم فؤاد اللي هو في الشق الهجومي، اكتر من حسين الشحات، اكتر من كهربا. النهارده امام عاشور برضو بنشوف ان هو بيشتغل جوه الصندوق كتير، مش احسن حاجه طبعًا. الفينش بتاعه لسه مش احسن حاجه، الجوده بتاعته جوه الصندوق مش زي جوده حمدي فتحي، بس في محاوله من كولر ان هو يجد في امام عاشور بديل لحمدي فتحي في الجزئيه دي. ومعانا حالات بنشوف شغل امام عاشور النهارده جوه الصندوق في ماتش سموحه، عملها في ماتش مديامة بشكل اكتر وضوح من ماتش سموحه، لان ما كانش فيه قفشه في نص الملعب. قفشه من اللعيبه اللي ممكن ميسي. نرجع تاني بالحاله اللي قبلها، طب نكمل نشوف امام بيفكر اكتر ان هو يخش جوه الصندوق، دايما فكر امام ان هو يخش جوه الصندوق يكون بيلعب جوه الصندوق. نشوف هنا برضو وجود امام باستمرار جوه الصندوق عكس
بروفايل امام اصلا اللي هو اللاعب اللي بيجيد اللعبه من قدام الصندوق اللي هو دايما بيستني الكره الثانيه اللي هو بيجيد التصويب من خارج منطقه الجزاء لا انا محتاج امام جوه الصندوق اكتر عشان يحاول يعوض لي العجز التهديفي اللي عندي حتى لو امام مش بيقوم بيها باحسن حاجه هنا برده نفس الكره تقريبا كانت في ماتش ميدياما برده بيحاول يشترك جوه الصندوق كتير لو مش هيديني الجوده بتاعت حمدي فتحي دلوقتي بس هي قابله للتطوير فانا هجد في امام عاشور بديل او محاوله ان انا اجد في بديل لحمدي فتحي فكره التكمله في الشق الهجومي عشان يعوضني عن عن العجز التاني. ممتاز ممتاز احنا لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل نواصل مع جمال والحنفي خليكم معنا. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى لسه بشرفني ونورني الاصدقاء الاعزاء محمد جمال واحمد الحنفي في تحليل مباراه اليوم بين الاهلي وسموحه. كنت عايز اتكلم برضو جيمي عن محمد مجدي قفشه ودوره مع الاهلي دوره المنقوص. طبعا قفشه كريم دايما كنا بنتكلم انه قفشه كان عنده نقص هو نفسه عنده نقص الا وهي ان هو مطلوب منه انه يؤدي بعض الادوار الدفاعيه مطلوب منه ان هو يعمل ضغط لانه خلاص اتلغت من الاهلي واتلغت من معظم الفرق قصه ال 4 2 3 1 بوجود بلاي ميكر او لعيب مركز 10 فبيلعب في طريقه ال 4 3 3 باثنين لعيبه مركز 8 امام عاشور ناحيه الشمال وهو ناحيه اليمين او لو مش موجود امام عاشور بيلعب هو ناحيه الشمال واليو ديانج ناحيه اليمين طيب مطلوب منه ادوار يعملها الراجل بقى بيعملها الادوار الدفاعيه طلب منه اداره هجوميه يعملها بقى بيعملها طب ليه ممكن لعيب يتبروز انه النهارده ما كانش كويس او ما كانش افضل شيء او ما ظهرش ان هو كان عمل حاجه كبيره او ما عملش الدور مطلوب منه وممكن انه يظهر انه كويس ليه ده بيحصل مع قفشه تحدي قفشه النهارده بالمناسبه يعني هو قدم في مباراه ميدياما شكل ممتاز مع بيرسي تاو بعد انزوله في الدقيقه 65 النهارده بيقدم مباراه جيده وده عكس ما الناس ممكن تكون شايفه ان قفشه ما كانش كويس بالعكس قفشه كان كويس جدا قفشه كان بيخلق فرص قفشه كان عنده الفيجن وبيحط الكره دايما للعيب في منطقه خطوره لكن بعد كده مش شغلته نشوف الحالات نشوف هو بيتصرف في الكره هل بيتصرف الكره كويس هل بيتعامل هل بيحاول يروح يهدد المرمى هل بيحاول يصوب ولا لا بص هنا قفشه مكان التواجد بتاع قفشه دايما هو بيروح في المنطقه اللي محتاج بص هنا موجود دي كان تصويبه تصويبه جيده واحده من التصويبات القليله اللي كانت قريبه من المرمى ما كانتش بعيد دي واحده فالراجل حاول اول ما اتفتحت له زاويه التصويب حاول ادي واحده اللي بعديها على طول بص هتلاقي انه قفشه موجود بيساهم في عمليه الضغط كان بيساهم في عمليه الضغط في وسط الملعب هياخد الكوره بيدور على حل دايما الكوره بتطلع من رجل قفشه بشكل جيد دايما بتروح للعيب تقصد ان قفشه محتاج مهاجم يعني قفشه محتاج مهاجم مش بس مهاجم وقف هنا قبل نروح اللي بعديه مش بس مهاجم قفشه محتاج ان الحاله الهجوميه بتاعه الخط الامامي لان هو اكتر حد يقدر يعملهم سبلاين يقدر يمدهم بالكرات دي تبقى افضل من كده بيرسي تاو حسين الشحات بيرسي تاو حالته ممتازه لكن حسين لازم يرجع لحالته الطبيعيه انا بتكلم على العناصر الاساسيه ولازم مهاجم هو ليه لما كهربا موجود الاهلي ما بيحققش نتائج سلبيه لانه حتى لو ضيع بيسجل فانت بتترجم بتصيد بالبلد بلغه الكره بتصيد اللاعبين اللي بيلعب تحتيك وانت كبلاي ميكر انت اللي بتساعد المهاجم ان هو يروح فروح للي بعديها كمان يلا روح لقفشه دايما الكوره بتروح يا في مساحه يا اللعيب نادرا رغم بص دي ممتازه بس في الاخر ما انتهتش بشكل جيد ليه مش مشكلته هو اللي بعديها فانت مش مشكلتك دي انت مشكلتك انك تعمل الباص رغم ان البلاي ميكر او لعيب مركز 8 اللي هو بيبقى دوره هجوميه شويه يا كريم مطلوب منه يعمل ريسكي باس فلما ريسكي باس يعني نسبه الخطوره انها تتقطع اكتر ومع ذلك اكتر لعيب كان عنده دقه في التمرير النهارده في المباراه لحين خروجه كان محمد مجدي قفشه سواء بتمريرات طوليه او على الاجنب او حتى احتفاظه بالكوره فانا شايف انه قفشه واحد من اللعيبه اللي اتظلمت بنتيجه المباراه النهارده وبشكل الحاله الخط الهجومي للنادي الاهلي. طيب الاهلي محتاج ايه عشان الامور تتحسن بدل ما تبقى الكلام كله سلبي محتاج يعمل ايه عشان يحسن الامور؟ الاهلي محتاج جزئيتين جزء انضباطي شويه الفريق محتاج يتقفل عليه اكتر الفريق محتاج ان يكون فيه سيستم جوه اكتر للاسف الشديد ان اكتر فتره تصدر فيها مشاكل وتصدر فيها كلام جوه اوضه اللبس هو الفتره الاخيره في النادي الاهلي صحيح امام عاشور ثم قفشه قبليه قفشه وثم تاو وعبد قادر وصلاح محسن كلام كتير قوي وده ما كناش متعودين عليه جوه النادي الاهلي صح. دايما النادي الاهلي مشاكله كانت بتتحل بدون ما حد يحس مظبوط دلوقتي بقينا نحس ان كل فتره لازم بيتصدر مشكله يعني اللعيبه اسمها بينطرى على الاعلام يعني في عدم تركيز يعني في مشاكل كتير بتحصل يعني في
ذهنيا هو مش حاضر. دي من النقاط المهمه جدا اللي محتاجها النادي الاهلي، ان الاهلي محتاج يقفل على نفسه، اللعيبه محتاج يتقفل عليها جدا الفتره الجايه، محتاج ترجع تمسك الفريق مره تانية وتمسك اللعيبه. دي بالنسبه للجزء النفسي. اما بالنسبه للجزء الفني، انا اعتقد ان الاهلي وكولر محتاج بشكل اهدى شويه يثبت تشكيله. الاهلي محتاج يثبت تشكيله. انا شايف ان الاهلي من اول الموسم لحد اللحظه دي يا جيم مفيش ماتشين ثلاثه ورا بعض الاهلي لعب بتشكيله واحده. انا متفق معاك، متفق معاك ان الفتره الحاليه محتاجه تثبيت، لان العناصر بس مش للسبب ده، السبب ان العناصر البديله مش جاهزه دلوقتي. لكن في نقطه مهمه، الراجل كان بيعمل كده السنه اللي فاتت وكان بيغير وكان بيكسب وكان بينزل من على الدكه زي السنه اللي فاتت. كان في وقت في اخر الموسم انت كنت اجباري بتعمل ده في النهايه. لا بالعكس، هو كان بيعمل ده من اول الموسم، وحصده بعد مشكله سان داونز من اول مارس الشهر اللي بيقع فيه الاهلي كل سنه ما وقعش، لانه قدر يعمل الروتيشن في الاول. فالمشكله مش الروتيشن، المشكله في التجهيز. انا شايف ان المشكله في التجهيز، وشايف انه حتى الروتيشن يكون بحسابات في التوقيت الحالي اضيق بكتير. ثبت تشكيلتك في الملعب حتى لو كنت مضغوط، في روتيشن بس بشكل في نطاق اضيق شويه. لكن الاهلي في اخر 10 ماتشات لو جيت تبص على تشكيلته هتلاقي نادر اول ما ماتشين اتلعبوا بتشكيله واحده ورا بعض. صحيح. صحيح. بيحصل لعب كتير في التشكيل. انا متفاهم جدا ان ده ممكن يحصل في اوروبا مثلا، لكن اللاعب المصري مش بيتفهم ده. اللاعب المصري لو اداك ماتش حلو وتاني ماتش لقى نفسه على الدكه ما بيديكش احسن حاجه تاني. طب ما هو تثبيت التشكيل ده بقى اصلا هيخلي الباقي كله زعلان ليه؟ هو اي فريق فيه قوام اساسي وفيه قوام احتياطي. تمام. جيمي، كريم الدبيس لما شارك في المباريات الماضيه شارك اضطراريا في غياب علي معلول بسبب الاصابه. صحيح. هل الاهلي مستني لما كل المهاجمين بتوعه يتصابوا عشان يبدا يشتغل على شبابه؟ انا بتكلم على مارسيل كولر تحديدا، عنده مهاجم شاب وعنده مهاجمين كمان تحت كويسين، ليه ما يبداش يدخل الشباب بما انه كده كده عنده ازمه هجوميه واضحه باللي موجودين؟ بص، هنبتدي من الاول. اساس الموضوع ايه؟ اي فريق في الدنيا في اي مركز بيبقى عنده ترتيب لمهاجمين ومدافعين واي بوزيشن في الملعب. تمام. فالطبيعي ان الاهلي عنده ترتيب، الا وهو في الطبيعي موديست رقم واحد، كهربا رقم 2، الموقوف فهنحطه على جنب دلوقتي، صلاح محسن رقم 3، محمد زعلوك رقم 4، الراجل اللي مواليد 2005 لاعب منتخب الشباب. طيب، هل في ظل غياب كهربا محليا صلاح محسن خد فرص؟ خد فرص. هل ظهر بشكل جيد؟ الاجابه لا خالص. طيب، مودست اللي هو اللعيب رقم 1، هل هو ظهر بشكل جيد؟ الاجابه لا حتى الان. مصاب دلوقتي كمان، ودلوقتي مصاب. طيب، فنروح طبيعي محليا هنروح الاوبشن رقم 4 اجباريا. ليه؟ اللاعب الوحيد السليم هو صلاح محسن، اللاعب رقم 3 في الترتيب، وما بيدنيش اي شيء النهارده في المباراه، ما ادانيش اي شيء. صلاح محسن لمس الكره النهارده 11 مره في المباراه، ولعب المباراه كامله 11 مره. يعني هو لا بيساهم مع المجموعه ولا تحركات ولا قادر حتى ياخد الكرات الراسيه اللي هو مميز فيها. طب هنجيب لقطتين بساط جدا علشان في وجهه نظري، ومش عايز اكون قاسي ابدا على صلاح محسن، لكن هو اللي بيضيع الفرصه. قبل ما نعرض صلاح محسن يا كريم هو اللي بيضيع فرصه، ومحدش بيضيع فرصه. فكل فرصه بياخدها صلاح محسن في وجهه نظري شايف انه الاولى بيها هو زعلوك. ليه؟ انا بستثمر في لعيب صغير، طبيعي انه يضيع، وطبيعي. في عذر عند كولر ان الفرقه مش في افضل حالتها، فانا لما لاعب لعيب صغير هو مش هو اللي هيشدني، مش هو اللي يديني يعمل لي الفارق. فلما تيجي تتكلم النهارده هوريك لقطتين، وقبل ما نعرض بص زعلوك فين. زعلوك هو موجود على نقطة البنالتي ورا يا كريم، تمام؟ معلول هيعمل الكروس، أي مهاجم في الدنيا عنده ريحة المهاجم، عنده الموهبة ألف ب، تعرف تقطع قبل المدافع، الكرة قبل ما الكروس يتعمل هو جاي من بعيد جدا. بص صلاح محسن فين بقى؟ حاول طلع صلاح محسن من الصورة كده يا كريم. ورا المدافع. هو صلاح محسن آخر لعيب في الصورة من النادي الأهلي جوه ال 18 ورا أحمد عبد الحكم. هو احمد مستخبي ده في مستخبي ورا. فانت لا قاطع على قريبه ولا قاطع على بعيده ولا اتحركت ولا دخلت ولا عملت اي حاجه في اي حاجه، والكره هتتلعب وهيفضل مكانه. صعبتها لي، عمال ادور عليه مش لاقيه. مش لاقيه يعني. لو احنا واخدين الفريم اللي قبله مش هتشوفه خالص، انت شايف جزء من تيشيرت احمر اهو، مش هتشوفه خالص. في المقابل اللعيب الصغير اللي نازل اللي قاطع القريبه، بص هيعمل ايه؟ هو ورا ب 4 متر او 5 متر. كمل بقى العب الكره، بص القطع ما لحقهاش في اخر لحظه، لكن هو دخل قطع، اتحرك، حسسني ان في مهاجم عندي بيلعب في البوكس. الكروس، بص يا كريم، الراجل بعيد مش موجود في الكادر، هو دخل يا دوبك الكره جت، هو سبقها لما عمل السبرنت. هو لو قابلها تايمينج قبلها بجزء من ثانيه كان جول. وبالمناسبه زعلوك الكره ممكن تكون صوت، تحرك صدفه.
في مباراه المنتخب المصري للناشئين تحت 20 سنه مع كابتن وائل رياض في افتتاحيه بطوله شمال افريقيا امام المنتخب الليبي، زعلوك كان جاي من كان لاعب ماتش مع النادي الاهلي فما كانش جاي يلعب المباراه بالكامل، نزل بديل. اختها كروس من الناحيه اليمين ليوسف من يوسف سعد عبد الحفيظ، كره اتلعبت عرضيه دخل عمل نفس اللي عمله بس من الناحيه اليمين، دخل خد ثلاث خطوات قبل المدافع وراح داخل قاطع وحاططها بدماغه. في اي وقت انا بانفستو في صلاح محسن انا في وجهه نظري دون انا اكون قاسي عليه مضيعه وقت، انا محتاج ان انفست حتى بما ان كده كده هطلع بنتيجه سلبيه واعتمد على الاجنحه ان هي تسجل، فانا استثمر وادي خبرات وادي فرصه للعيب زي محمد زعلوك يقدر يلعب الفتره اللي جايه، وما بقولش يلعب بشكل اساسي بس انا بقول انه محتاج يطلع درجه في ظل عدم جاهزيه موديش يبقى رقم اتنين، لان اللعيب رقم واحد راجع صحيح. اخر مباراه ودي بشرط خير لجمهور الاهلي ان اخر مباراه في ايقاف محمود كهربا محليا كانت النهارده اي مباراه محليه بدايه من مباراه زد محمود كهربا موجود، فطبيعي هيرجع لمكانه الاساسي يلعب لان هو بيلعب في افريقيا في كاساسي، يبقى رقم اتنين وراه زعلوك مش اي لعيب تاني. حلو الكلام. مودست بقى ايه؟ مودست ايه؟ عايز اقول لك انت جاي تستنى سؤال صعب ومفاجئ. ايه مودست علي بقى بيقول لك انت ايه بس ايوه انت جاي تعمل ايه انت ايه مودست من المفترض ان هو جاي يكون المهاجم الاساسي في النادي الاهلي عارفينها دي ده من المفترض يعني صحيح المفاجاه اللي كلنا شافتها ان شافوا الراجل لما بدا ياخد ان الراجل مش جاهز بدنيا يعني بعيدا عن فنيا هو الراجل مش جاهز بدنيا يعني الراجل بدنيا في الملعب واقع خالص ماشي اللقطات اللي خد فيها مودست بالنسبه لي انا ما حسيتهاش مبشر ما حسيتهاش ان هو ده مهاجم الاهلي اللي انا المفروض بقالي سنتين ثلاثة بحاول اجري عشان اجيبه عشان يقدر يصنع فرق في اوقات صعبه الاهلي من وجهه نظر يعني الاهلي محتاج مهاجم متكامل اكتر من مودست مودست ممكن يكون مش هنقصه عليه قوي لان احنا لسه ما شفناهوش برده بشكل كامل السنه بتخلص برده يعني احنا هنقول هو انا زيك بالمناسبه انا ما زلت بفكر ان مودست ده فجاه هيجي في مباراه راح جايب هاتريك لكن هو مش مهاجم الاهلي خلينا نبقى واضحين حاليا الوقت يعني الوقت عمال يجري خلاص احنا داخلين على نص الموسم ولسه مودست بيدور خلاص في مجموعات افريقيا اللي انت جايبه عشانها بالظبط ولكن هو كبروفايل بشكل عام بقى انا بشوف ان هو مش احسن حاجه هو انت لو كنت عايز تجيب مودست انت مشيت ليه اليو باجي اليو باجي قريب جدا من البروفايل بتاع مودست ولكن على صغير على بدني قوي على حد بيقدر يلتحم على حد بيجري على حد كان بيحاول على حد ما خدش فرصه كامله فانا رحت جبت مودست اللي هو بالنسبه لي سنه كبير 35 سنه بدنيا مش هيديك افضل حاجه حاسس ان هو مش قادر ينسجم مع الفريق مش بيقدم افضل حاجه حتى في الفترات اللي خد فيها اساسي ما ادانيش مؤشرات جيده تخليني اقول ان انا متفائل بيه فما الراجل ده يجهز بدنيا هيديني ولكن لعل وعسى الفتره الجايه يكون لي راي اخر مودست انا رايي من الاخر عمل لي كده خلاص انا رايي يتحمل مسؤوليته بالكامل وراه ناس تانية لكن يتحمل مسؤوليته بالكامل مارسيل كولر واللي لحد اللحظه كان فاديو على مسؤوليتي لا زال بيراهن على مودست انه اللي انت كنت تقوله من شويه هيديله انا بقول لك في ناس تانية لا ده في ناس تانية حاسبه على كله بس انا بتكلم على مودست اسم مودست تحديدا مارسيل كولر لا زال بيراهن على انه مش هيدفع بيه تاني وعشان كده عمل برنامج تخسيس وخس لكن اول ما خس جت الاصابه وارد يكون سوء توفيق وارد حاجات كتير لكن في النهايه هو بيراهن انه بيتجهز وهيظهر بشكل جيد في كاس العالم للانديه انا الكلام ده مش رايي كان دي معلومه ما بين قوسين معلومه ان ده راي مارسيل كولر في مودست وراي لجنه التخطيط بقى ان بالنسبه لهم هم هيبقى في جلسه بعد كاس العالم للانديه مع مارسيل كولر لحسم التعاقد مع مهاجم وما بين قوسين مش لازم مودست يمشي عشان الناس متخيله ان المهاجم اللي هيجي مكان مودست مش لازم مودست يمشي طب ايه الخيارين اللي مفتوحين عارف الوقت بيجري منك ايه الخيارين المتاحين اما التعاقد مع مهاجم مصري او التعاقد مع مهاجم تحت السن دول الخيارين المتاحين ومتجهزين للراجل صاحب القول الفصل في النهايه سواء ببقاء مودست او رحيله جيمي بشكرك شكرا جزيلا حنفي بشكرك شكرا جزيلا ده كان ختام حلقتنا النهارده من رقم 10 يا رب تكونوا استمتعتوا معانا اشوفكم يا رب على الف خير